مساء الخير، عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من تسعة فوت. كما كل نهار اثنين نحكي كورة على قناة التاسعة، والبداية باش تكون بعد شوية بالنادي الافريقي. الافريقي ينسحب من رابطة الابطال الافريقية، رئيس النادي يلوح بالاستقالة وغضب كبير من جماهير الفريق. 3-3 البقية في ركنة تونسية في مختلف المسابقات القارية، النجم والترجي في الدور المقبل والحلم يتواصل بالنسبة للملعب الجابسي. في الجزء الثاني من التاسعة فوت نحكي على انتخابات الجامعة، وديع الجري على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم لأربع سنوات قادمة. ضيفنا أمين موجو رئيس لجنة المسابقات بالجامعة. نكملوا بالكرة العالمية، نحكي على نجم الكرة المصرية وفريق روما الإيطالي محمد صلاح، ونختم حديثنا بالبطولة الفرنسية. باريس سان جيرمان بطل المرة الرابعة على التوالي منذ قدوم القطري الناصر الخليفي. كالعادة رافقني تيلة الساعتين الكابتن خالد حسني. كابتن مساء النور. مساء الفل، مساء النور، وكالعادة تحياتنا إلى المشاهدات وبعض المشاهدين والمشاهدين. فتحي المولدي مساء النور. أهلا رافق، أهلا بالحضور. إن شاء الله نعملوا سويعتين حلوين ونعملوا جو باهي ونهزوا شوية المورال للكرة التونسية بإذن الله. ناصر البدوي كيف الحال؟ مرحبا رفيق. مرحبا يوسف. والحمد لله مبتسم اكثر من العاده، الحمل تنحى نتاع التدريب والضغط نتاع الجمهور. لا مش بالطريقه هذه يعني. مش بالطريقه هذه. مش بالطريقه هذه. يلا نحكيو بعد شويه في تفاصيل خروجك من النادي الرياضي البنزرتي، بعد شويه باش نحكيو على الافريقي وخروجه من رابطه الابطال الافريقيه على ثلاثه في رقنا الاخرى في المسابقات القاريه، ولكن كما جرات العاده البدايه باش تكون بالزابينغ. اهلا وسهلا بكم في زابينغ التاسعة فوت. نبداو الزابينغ اليوم بالماتر فتحي المولدي واللي كان عنده ما يقول لي الجمعه اللي فاتت. ما شاء الله، انا متاكد انه مقابله الاياب وهذه حطوها في الزابينغ. تو نقول لحسام يزم رشام بنشتغل عند اهاليك احلى من الماتر. الجمعه اللي فاتت كان عنده مصطلحات غريبه شويه. انا نجم السعر ينزل على الاكسليراتور ربع ساعه. ايه ده؟ اسمع عجلات يا نمشيو لمقابلة الترجي والنهضة التشادي، ونرينا المدافع التشادي يعدي باس البونتو لول نتاع الترجي. البونتو هذا كان الماتر عنده عليه ما يعلق. ثم هدف معناها سذاجة اللي كنا ريناها عند كلوم. والله غبي، والله غبي. نواصلوا مع الكابتن واللي صعب عليه يتكلم بالعربي. مو أنا عندي مقولة ما نجمش نقولها بالعربي، أون ديبون دي زوتر. عليه كابتن، عليه مش بالعربي. أنا ثقافتي ألمانية. الكابتن ذو الثقافة الألمانية ورانا الجمعة اللي فاتت المامو بالفن الملتزم. مرحبا وديك يا لطفي، مش لاق على الكراسي، خذوا الكراسي خليونا كرة. والكراسي يا بني فوطاني لعنة بغير قيمة وغير معنى. يا ودي زيرو، يا ودي حبوا معاكم. يا ناس حبوا الناس، الله موصي بالحب. شو اللي جينا احنا في نهار العيد، عيد الفطر، شو الافلام توا عنا 15 سنة. الزعيم هوني نهار العيد مسرحيه الزعيم. اما نصر البدوي وفي حديثه على صندوق مقاومه الارهاب كان قال نتبرعوا ماديا للكاس هذيا باش الكاس للمؤسسه الامنيه العسكريه لحمايه الارهاب. حمايه الارهاب ما بيجمعش. الكابتن من ناحيته أعطانا نظرية إنسانية بكلماته الذهبية. الإنسان ميزموش يخسر غد، يزمو يخسر اللوتة. كابتن شكون تقصد بكلامك هذا؟ ضيف التاسعة فوت الجمعة اللي فاتت كان محمود البارودي واللي تعب الأولاد في الحوار. سامحني. يا سكر كاجي ما تصورش. محمود خلي محمود راه مش في الليست. محمود إيه ده يا محمود؟ محمود البارودي وفي تقديمه رفض تسمية رفيق لي. برشا جبهة معارضة رفيق. شو نسميوها به؟ جبهة امتناع. نختم الزابينغ بأجواء حميمية وحبية مع قبلات محمود البارودي لنادر داوي. والسلام عليكم ورحمة الله. صباح.
قتلنا الزابين كما كل حلقه كابتن خالد حسني. ولا قانون اللعبه واحد يزمو يقبل قانون اللعبه يعطيه الصحه بارك الله فيه معي. ولو فما معاني معاني كيما شنو؟ معاني كيما شنو؟ لا معاني كيما شنو؟ بون بعد في بعد نحكيو يلا سيدي نخرجوا فاصل صغير نرجعوا نحكيو بعد شويه على مشاركه انديتنا في المسابقات القاريه والبدايه بتكون بعد شويه بالنادي الافريقي اللي للاسف توقفت مشاركته في رابطه الابطال الافريقيه في حدود الدور السادس عشر. فاصل صغير مرحبا بكم في التاسعه فوت. شوف فيها هيك الفتانات بابا ما عليها الشركة اللي عندك فما دانيت للناس الكل. دانيت بنية الشوكولاتة ومنفعة الحليب في عائلتنا اللي يحب دانيت يتصرف الويش ماشي البعيد والبلايس اللي تحبها وقلبك فيها ممكن في بلادك تتمتع بيها. الخضار على يمينك والسحر على يسارك تطلع تجري على الجون توصل للقمة لين تخطفك الشمس ولا تعمل دورة ما عملتهاش من قبل تتمشى فيها في راحة العقل منها تلقفك نسمة الصحراء وبرودة العين ولا تنديك النسمة اللي كي تفوح ترجع فيك الروح. العسل المشهد المطبقة انت اللي تختار. برمج احجز في أقرب وكالة أسفار وتفرهد في بلادك. تونس ليك. في زنيقي حلق الويد عشنا وتربينا كبرنا يحبوها وصغرنا يفرحوا بيها واليوم العائلة كبرت ولمت نحلات وجديد ستيل عصير بنين في أربع نكهات يحليو القعدات وكل عادة ستيل يخمم فيكم وفي صغيراتكم ويقرر باش يخلي الباكو جو 20 سنتيلتر البنة هي هي والسوم هو هو ستيل وحده في البنة. انترنت 4G أريدو 10 مرات أسرع بالكتجي متاع أريدو وليت نعدي في استاجيت كل برق الكونيكسيون وليت عالمية تاك 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 طلعت في 4G كامل الجمهورية يحبي 4G مالت حرجي من يا معلم ايش يلوح يا خوي بتاس بالطريقة ذايا ويا بارسا بارسا خلينا نكون واضحين مع بعضنا والله حاجة فرح. اليوم مع 4G أريدو الانترنت 10 مرات أسرع 4G عجاجة في تونس الكل تعد عجاجة الأقرب وتيك أريدو و 4G بلس 4G أريدو عجاجة تك 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 أريدو. مرحبا بكم مرة أخرى في التاسعة فوت. كما قلت الحديث بعد شوية باش يكون عن نادي الإفريقي اللي للأسف مغامرته في رابطة الأبطال الإفريقية توقفت في حدود الدور السادس عشر. معنا زميلنا شريف في نقطة خارجية من أمام مكتب رئيس النادي الإفريقي السيد سليم الرياحي وين قاعد ينعقد حاليا اجتماع للهيئة المديرة للإفريقي. سليم مساء النور شريف. اهلا وسهلا بك رفيق مرحبا بجميع مشاهدي برنامج التاسعة فوت. حاليا انا امام مكتب رئيس النادي الافريقي السيد سليم الرياحي ان اجتماع الهيئة المديرة للنادي الافريقي كان تأجل بحكم انه السيد سليم الرياحي كان مجتمع منذ دقائق باعضاء حزبه لكن الاجتماع باش ينطلق مع اعضاء الهيئة المديرة بعد دقائق من الان. فما تسريبات تفيد بانه رئيس النادي الافريقي سيد سليم الرياحي مصر على الانسحاب وانه كان اتصل برؤساء ومؤطرين قدماء من النادي الافريقي ونيت تعيين السيد عبد السلام اليونسي كرئيس مؤقت حتى يعين تاريخ الجلسه العامه. إلا أنه السيد عبد السلام اليونسي ما أبداش رغبة كبيرة في رئاسة النادي الإفريقي وحاليا الاتصالات تتم بالسيد منير البلطي
يعني تأكد لي شريف أنه الاجتماع مازال منعقد وإلى حد اللحظة ما فماش قرار نهائي، ما فماش حسم فيما يخص الاسم الذي سيعوض السيد سليم الرياحي. لا رفيق، إلى حد الآن لم يتم تحديد الشخص اللي باش يعوض السيد سليم الرياحي وقتيا رئاسة النادي الإفريقي حتى تعيين الجلسة العامة. واضح، شكرا لك شريف. كان فما جديد نعاودوا نتصلوا بك. كنا من امام مقر مكتب السيد سليم الرياحي رئيس النادي الافريقي. كان فما جديد نواكبكم بتيله الحصه. مازلنا مكملين، والبدايه باش تكون بالنادي الافريقي. نادي الافريقي فتحي اللي عجز على المحافظه على اسبقيه الذهاب وانهزم البارح هدفين مقابل صفر ضد مولوديه بجايه. ازمه قد تعصف بالافريقي، تلويح بالاستقاله من رئيس النادي، والسؤال اللي يطرح نفسه ما ذنب جماهير الافريقي في كل ما يحدث داخل الفريق؟ يعلم بها كان ربي، ناس ما مشات تخدم، ناس ضحات وتعبت وتسلفت فلوس باش وصلت جات للجزائر، وجواريتنا البرا قاعدين يضحكوا معناها في الكار. هذايا شيء جمهور الافريقي ما عادش ينجم يستحملوا بالكل. إدارة هذه خويا يهزها، حاجتنا بولادنا تخدم خويا، حاجتنا بولاد جمعية تطلع وتخدم خويا، ما حاجتنا بحد شيء خويا، ميسالس ما حاجتناش بتتروات، ما حاجتنا بحد شيء، حاجتنا بولاد جمعية يخدموا الجمعية. والمواصلي مرياحي توا حاجتنا به النادي الافريقي. خاطر النادي الافريقي ماهيش كان كرة قدم، فما كرة سلة وفما كرة يد. ديسيزيون تاع الرئيس قبل المقابلة، من قبل المقابلة، انه قدم الضغوط اللي قاعدة تعيش فيها المعنيين قاعدين نعيشوا فيها في النادي الافريقي، وخاصة هو إذا كان ما قدمناش في المسابقة انه باش ينسحب من التسيير الجماعية. باش يكون انسحاب سلس، وصارت لما في النادي الافريقي، وباش يقع دفع نفس جديد في الجمعيه وتسيير مؤقت. هذا كل بعد مقابله الدربي ان شاء الله. كيفاش عملوا جلسه عامه؟ كيفاش تكون انسحاب السلس؟ لي ديتاي هذوما في تونس، الديسيزيون كانت جاهزه من قبل المقابله، ما عندهاش معناها مربوطه بنتيجه المقابله، مي مش سويت للنتيجه، معناها اذا كان ما قدمناش هذه هي الديسيزيون. الكلوب ما تقف على حد، ما وقفتش على عزوز الاصرم الله يرحمه، ما وقفتش على حموده بن عمار، على فريد عباس، راهي الجمعيه هذه هذا جمهورها، لازم العباد تفهم، راهو شعب وراهو شعب وماناش مسلمين. عندي ما نفسر، ما خسارة معناتها نتحملوا الناس الكل، إن شاء الله جاي خير كما قلت لكم. لا كنا عقدين مال على كونا نواصلوا المشوار في البطولة الإفريقية، ما وفقناش ربي، إن شاء الله نبليو للمستقبل إن شاء الله. Nous besoin de continuer construire l'équipe pour l'année prochaine.
كابتن، فنيا شنو اللي صنع الفارق بالنسبه لفريق بجاية الجزائر؟ والله اللي صنع الفارق انا في الفريق المقابل سنقول فما قيمه الفريق خاصه فرديا وجماعيا حسن انتشار اولا، ثانيا لما نشوفوا احنا ندوي ونشوفوا الحمزاوي ونشوفوا سرداب على ما اظن ذا الثلاثي اللي في شكل اختر لوحده، لوحده شكل اختر. اجمالا الحلول كانت في بجاية اكثر، معناها شو اللي افتقد الافريقي في مجال حلول، ما بقاش حلول. الاخر كانت عنده اجوبه لكل حاله، لكل حاله لاعب كانت عنده اجوبه، الافريقي غابت عليه الاجوبه. هذا لانه بجاية اقوى ولا مدرب الافريقي عجز على ايجاد الحلول؟ شو اسمع، انا ما نحبش ندخل مدرب الافريقي، خاطر كل مدرب يلعب بالامكانيات اللي عنده، الاكثر ولا الاقل. المدرب الافريقي قبل، خاطر المدرب باقي راهو الي سول افيك سي زيدي في الماتش، في الماتش كيبدا على البنك الي سول بوفر، فهمتني؟ هو اش عمل المدرب؟ عنده اختيار، قام به الاختيار، اخفق فيه، نجح فيه، ولكن اختيار هذايا هو محدود ومرتبط بالامكانيات الفرديه والجماعيه اللي توا عند الافريقي، واللي الافريقي ما تمرش بفتره كما نقولوا في معناها فتره ايجابيه في الشامبيون، عده عوامل معناها عملت كانت سبب في هذا الانسحاب، عوامل عده تو الاولاد يجيو عليها، فنيه، تغيير مدرب كذا، غير استقرار، ولو المدرب في الاخر قال جو كونستري بور لاني بروجي. واضح. ناصر، فريق يعجز على الظهور في ثلاثه واربع مقابلات متتاليه بنفس المستوى، كل ما يقدم مردود محترم نحكيه على ايجابيات على مشروع بناء نتاع فريق، من بعد يفاجئنا في المقابله اللي من بعد بوجه مهزوز بمردود شاحب غير المردود اللي شفناه في المقابلات اللي سبقت. هل عدم القدره على تقديم نفس المردود في برشا مقابلات متتاليه باش تفسروا فنيا اليوم في الافريقي؟ ونشوفوا الافريقي وين ظهرت، معناتها كانت مميزه نوعا ما ولا كانت فما نحسوا فما دي موتيفاسيون، فما روح. هو لا وين، خاطر النادي الافريقي خرج بكري من البطوله، معناتها الموتيفاسيون جات بالشامبيونز ليغ، معناتها الملاعبيه وقت اللي يشوفوا شامبيونز ليغ بطبيعتها تعطيهم روح، خاطر النادي الافريقي مش معقول انه يكون في المرتبه كيما هذه المرتبه العاشره، محسوب مش متعود ومش مستانس، وتعرف الملاعبي وقت اللي تفقد الرهانات انك تلعب على الالقاب وانك تكون موجود تلعب على اللقب، على خاطر راهو مهم برشا اي لاعب وقت اللي يمشي نهار الثلاث يبدا حضر السيونس نتاعو، يعرف اللي عنده ماتش اوبجيكتيف وعنده ماتش تحدي وفيه فيه معناتها ديزوبجيكتيف بيرسونيل ومتاع ليكيب، هي تخلق موتيفاسيون انديفيديوال وتخلق كوليكتيف. وقت اللي تتفقد الروح هذه تتفقد ذاك العطاء الزايد وكل الاصرار وكل الانضباط اكثر من لازم، بالرغم هما ملاعبين محترفين، لكن احنا اللي ما شفناهش كونه الشامبيونز ليغ هي اللي فريمون كانت الناس كل تحلم عليها، كانت الناس كل باني عليها انه الصعوبات نجموا نتعداوها، بالشامبيونز ليغ نجموا نصلحوا اخطاء اللي قمنا بها الكل، خاطر فما تراكمات كبيره وحكينا فيها احنا من السابق ديجا في الحصص السابقه نتاعنا الكل، ومالوريزمون طحنا فيها، معناتها مالوريزمون قلنا برشا قرارات صارت مخره، برشا قرارات ما اتخذتش في وقتها، فما برشا قرارات، ولحد الان ما زلنا متواصلين في نفس النسق هذا. سي يوسف، شنو اللي يخلي فريق بالرصيد البشري المحترم جدا اليوم اللي يملكوا الافريقي يخلط للنتائج هذه؟ حاجة سهلة جدا. جماهير الافريقي تستنى في اجابة. لا سهلة جدا، حتى لو خيان توا خالد ولا ناصر يعرفوها، عدم الاستقرار أولا، وثانيا الفريق كما قلت أنت أكدت اللي عنده ملاعبية ذو مستوى على مستوى خاصة البطولة نتاعنا، لكن ما عنده حتى أورجانيزاسيون دون لو جو. حتى أورجانيزاسيون. والمقابله هذه تاكد الروح موجوده، حب الانتصار موجود نتاع الملاعبيه، اما كي تغزر معناها كيفاش التمركز وكيفاش الانتشار وكيفاش الاورجانيزاسيون، هذا دور المدرب. والمدرب هذا رابع مدرب. هذا رابع مدرب السنه هذه. اي باش تفسر معناها اذا كان اربع مدربين تداولوا على تدريب الفريق وتقول لي ما فماش اورجانيزاسيون؟ فماش اورجانيزاسيون، لان كل مدرب اللي جاء في عوض يخدم الحاله كما قال خالد، مش موجود عنده، لا. خدم اسم النادي الافريقي، هذا غلط كبير. كل اللي يجي يخدم اسم النادي الافريقي، لكن الحقيقه غير النادي الافريقي. وعلى هذا ما فماش توجه للواقع. صح. فما ديما توجه الاسم. الاسم حاليا موجود لكن الواقع غير هذا. اربع مدربين، سامحني لو اعطيت الكلمه للمات. سامحني سي يوسف، اربع مدربين، انت باش تحط ان سيستيم دو جو يلزمك عام عامين. كل مدرب يجي يعمل اربع جمعات ويروح. كل اربع جماعات كيفاش انت تحب الجمعيه ذي تكون عندها هويه يونيدونتيتي في اللعب؟ ما تنجمش تكون هويه في اربع جماعات ويتكون ورا، وكل مدرب يا رفيق
الملاعبيه هورينا احنا، هذاك يلعب ملاعبيه، الاخر ينحي ملاعبيه، الاخر كانوا تيتولير، التخلويذ هذا كل اعطى النتيجه. انا بالنسبه ليك غياب الاستمراريه على مستوى الاطار الفني من اهم الاسباب، انعكاس سلبي جدا على المردود الفردي والجماعي. وزاد حاجه اخرى، معناه الانسان باش يبني برنامج تاع سنه كامله يا ماتر سامحني على النتيجه حور. الانتظارات فتحي كانت كبيره من جماهير الافريق على مسابقه رابطه الابطال الافريقيه، الناس كل كانت مامنه ولا خليني نقول حبه تتامن انه الفريق هذا قادر يوصل لدوري المجموعات. اليوم بعد الانسحاب خيبه امل كانت اكبر من الامال اللي تعلقت على الفريق هذا من جماهير الفريق، والازمه تتعمق بازمه اداريه. رئيس النادي الافريقي سليمان رياحي يلوح بالاستقاله. نسالك على الاستقاله، تظن انه المره هذه جدي سليمان رياحي في قرار الاستقاله؟ شوف هو عام ابيض سنة للنادي الافريقي، كان عام في بدايته عام كل الاحلام. ما ننساوش مازال يلعب على كاس تونس. اي انا كاس تونس ساندويتش نتاع رمضان، نحكيو بجديات. كاس تونس تجي كي توفى الشامبيونا توفى الدنيا بكل، ويجي ليله العيد في سبع ايام ساندويتش، سبع ايام كارت فينال دومي فينال فينال تبع حتى عاد ما نحكيوش، نحكيو على الامور الجديه. معناها كاس تونس مع الاسف معناها وقت اللي نعملوا له امبلاج كما هذا يفقد الرمزيه والمعنى نتاعو والقيمه نتاعو، نحيوا له القيمه. خليني في استقاله سي مريح، خلينا نقعدوا في الامور الجديه. قلت عام ابيض لانه عام كان عام كل الاحلام ولا عام كل الاوهام. صحيح اي فريق راف مش تتويجات وانتصارات، دونك نجم تجي خيبات، اما ايضا الخيبه نتاع النادي الافريقي نتاع السنه فاقت كل التصورات، فاقد كل التصورات. خلينا نمشي مباشرة من غير ما النادي الافريقي سناء اذا كان فما درجة هبطت لها مس القاع هو سناء، لا في البطولة ولا بطبيعة الحال في كأس رابطة الابطال. وقت اللي الفريق تقول لي توا الازمة تعمقت بالتلويح بالاستقالة، لا معمقها من قبل السيد سليمان رياحي، كل احترامنا ليه. انا ما ننساش السيد سليمان رياحي عام 2012 كي خذا النادي الافريقي، النادي الافريقي كان في ظروف قاسيه جدا، وانقذ النادي الافريقي بالاموال نتاعو اللي ضخها ورجع روح في النادي الافريقي وخدم النادي الافريقي واعطانا. وعمري ما ننسى انه عام 2014 2015 2015 تتويجات في كل البطولات تقريبا الجماعيه. نعم الكلوب ما عندهاش فولي، لكن في الباسكيت وفي الهوند وفي الفود تتويجات. شكون؟ السيد سليمان رياحي. لكن السيد سليمان رياحي كي يغلط قولوا له راك غلط. الازمه اللي وصلنا لها اليوم مش تعمقت، تعمقت بسبب الازمه الاداريه من الاول. انا نذكر في ديسمبر خرج لنا وقتها الناطق الرسمي باسم النادي الافريقي سي رشيد في بلاتو كيما هكا، وقال 27 فيفري جلسه عامه استثنائيه انتخابيه وانا خارجين. خويا كي تبدا في فريق اعلى هرم نتاعو الرئيس نتاعو جمعه جمعتين هاني ماشي هاني قاعد هاني ماشي هاني قاعد، ماهوش عادي، ينعكس سلبا. كي كل شهر شهر ونص كيما كانوا يحكيو الفنيين نتاع الكورة يفهموا تعمل هكا نحي مدرب المقابلة هذه كذا، ماهوش عادي. لا الاستقرار على المستوى الإداري والطمأنينة حب ولا تكره، فما حتى فريق ربما واحد يخلص ملاعبية، النادي الفريق عنده مشكلة أيضا نتاع الملاعبية نتاعو، هذه حقيقة نقولوها، ولكن على شهرين وعلى ثلاثة وأزمة كل فرق صحيح، ولكن حقيقة النادي الفريقي نفس الحقيقة نتاع الناس الكل. اليوم السيد سليمان رياحي ساهم في غرق سفينة النادي الافريقي بالتصريحات نتاعو بالتلويح في كل مرة بالاستقالة نتاعو. سيد سليمان رياحي مع الأسف ما عرفش يتعامل هو مع التتويج نتاع النادي الافريقي. التتويج يخليك تخلي ساقيك على القاع وكمسؤول تقول نرزو. الناس الكل نتذكروا تصريح السيد سليمان رياحي بعد ما هز النادي الافريقي البطولة وقال توا سي ما عادش في قولكم حد شيء، ما عادش بتهزوا حد شيء. واحنا بطبيعة الحال أنا كمحب للنادي الافريقي نسمع التصريح هذا سي الناس الكل امسح مات، احنا وحدنا مش نقعدوا نلعبوا. بطبيعة الحال تدفع الثمن في وقت ما. اليوم ما عندوش الحق السيد سليمان رياحي باش يجي يقول اليوم، وخاصة التصريح إن شاء الله يطلع أول الكلام غلط، لأنه وقت اللي يجي رئيس جمعية في حجم النادي الإفريقي بتاريخ النادي الإفريقي بجماهير النادي الإفريقي، ريت قداش جماهير في الجزائر، قداش ناس مشات وناس ضحات، يودي حب النادي الإفريقي شيء مش معقول. معناها
انا لو كان يقولوا لي شد مسؤول في النادي الافريقي نرعش، نقعد نرعش وحدي، لانه مسؤوليه كبيره ياسر. تجي انت تقول في التصريح نتاعو لو نترشح يقعد، لو النتيجه تكون سلبيه راني باش نمشي. كيفاش هذه تعملها المدرب؟ انت عملتها المدرب سي سليم الريحي في الميطان ما عجبكش قلت له بنروح. اما رئيس نادي معناها الشعور، الشعور تصور انت عند الملاعبيه وعند الجماهير نتاع النادي الافريقي، وانه خليني نقول وكان السيد سليم الريحي معناها شدوني لانتحال عليكم، اسمع اربحوا ولا هني ماشي. ما ينجمش هذا يكون ناصر ما عادش يتحمل الضغط المسلط عليه من الجمهور. السيد سليم الريحي اليوم صارت برشا حادثات خلات بتاتر سليم الريحي اليوم يقرر الرحيل. نعرفوا انه في مقابله النجم الرياضي الساحلي ثم شكون من جماهير النادي الافريقي تخلوا للوج نتاعو، وسليم الريحي قرر المغادره، مغادره الملعب. نعرفوا اللي صار البارح في المطار ونتفهموا غضب جماهير الافريقي، لكن نجم هو يقول لك في لحظه ما يا اخي انا اليوم غير قادر، ما زلت باش نعطي للفريق هذايا الجماهير الخيبات تتتالى، ما علي الا الرحيل، ممكن اللي يجي بعدي نجم يعمل مخير. والضغوطات عملها لنفسه معناتها، باش نبداو نحكيو واضحين، هو خلق الروح وضغوطات معناتها من غير حد شيء، معناتها من غير ما يشعر اغتص في الشامبيونا، اغتص انه باش يعمل استراتيجية نتاع ايكيب، انه باش يشري المنزة، باش يشري زويتن، باش يعطى على احلام النادي الافريقي. الناس الكل تبعته، الناس الكل حلمت معاه، جماهير النادي الافريقي بنات على رئيس. اما ما ننكروش ناصر اللي عطى برشا فلوس للنادي الافريقي. مش الفلوس برك هي اللي نقول لكم، باش نبداو نحكين بالناحية. ما هو جزء من الحلم الفلوس. ما هو جزء من الحلم. احنا تو باش نحكيو بنفس الاموال هذيك، وكي تشوف النتائج مش مطابق لبعض، معناتها بكل صراحة ما يطابقش بعض. الكميات نتاع الفلوس اللي تضخت في النادي الافريقي والريزلتا اللي حصلتهم معاه النادي الافريقي هذا ما نجموش نقولوه واحد، ماهمش مطابقين بعضهم. معناتها كي تشوف فما جمعيات تصرف في الربع نتاع المصاريف اللي صرفت في النادي الافريقي واللي بيرفورمانس وستابيليتي خير برشا. هو مش معناتها انك تكون عندك الامكانيات وحدة كافية انك قادر هو الفايدة في القرار تاخذه في الوقت المناسب. كما قال فتحي بكري، مش معقول انه اليوم قبل المباراة مصيريه تعتقد انه كان جات نتيجه 3-0 كان النجم يقول سليم الرياحي فما امكانيه ان النجم ننسحب، يعرف اللي ماشيه للجزائر فيها برشا ريسك انه النجم الفريق ما يتعداش. هذاك علاش انه جاء قبل المباراه وقال فما امكانيه باش يخلي كان هاكا تعديت، راني قلت قبل الماتش. هذا مش معقول ومش مسموح الرئيس يتراس فريق كبير مهما كان اسمه. وقت اللي تشد النادي الافريقي ماكش انت من الاول عارف شكون النادي الافريقي وشنو هو تاريخه وشنو هو الجماهير نتاعو وشنو هو حب الجماهير نتاعو. والميزه نتاع النادي الافريقي اللي مش موجوده في الفرق التونسيه الكل، انه قد ما يخسر قد ما الفرق قد ما الناس الجمهوري يولي يتعلق الفريق وقد ما يتعاطف مع الفريق نتاعو. لكن زاد ما يلزمش الجماهير في الوقت الحساس هذايا يلزمها تقفوا على الفريق نتاعها، ما يلزمش تصير عاصفه في النادي الفريق. ربي اكثر من الوقوف هذا شنو؟ لا جمهور بالالاف في الجزائر. الوقوف يلزم يجي نقول في الفترات الصعبه يلزم فما الرزانه وفما القرارات الحاسمه اللي ما يلزمش الفريق نفاوه، ما يلزمش تصير عاصفه في النادي الفريقي. كابتن حسب رايك علاش اليوم ربط تسليم الرياحي مغادرته للفريق بمقابله الدربي؟ علاش بعد مقابله الدربي؟ والله ما تو قال بعد مباراه الدربي علاش يمكن باش يخلي وقت، والله اعلم باش يخلي انتو ماتريال باش ياخذ فيه القرارات، باش يقعد باش يمشي باش يتخلى شكون ولو ان الامور ضبابيه غير واضحه. وهذا كل دخل تشويش كبير، هو مشوش ديجا دخل عليه تشويش. نذكرك انه تم الاتصال بسيد عبد السلام اليونسي ليخلف سليم الرياحي والفرد، وتوا اللحظه هذه الاتصالات جاريه مع السيد منير البلطي. نقول لك من هنا انا ما نظنش كان واحد تو شيخ الافريقي. راهي مسؤوليه كبيره على مستوى المالي، مستوى الرياضي، مستوى الفني، مستوى الدنيا كل، حجم الافريقي تو في الازمه ذي، شكون باش يخرج الافريقي من الازمه ذي؟ واحد بركه بالنسبه لي انا، هو سليم الرياحي بالنسبه لي انا. إذا يعترف بخطا ويشوف ويبدل اتجاه، يبدل اتجاه نتاع التصرف والحوكمة في النادي الافريقي الوحيد بالنسبة لي أنا، خاطر لو بوا فينونسي نتاع توا شكون باش ياخذوا هذايا. فما مقولة تقول أن النوادي في العالم أجمع ملك جماهيرها، يكذب عليك، الناس الكل تمشي، تقعد الجماهير، النادي الافريقي تبارك الله ولك هذا. أنا نطلب من النادي الافريقي اليوم جماهيرها عندك الحق. انت تغضب بمزاج بالعاطفه، احنا هنا انا نتر نتكلم بزاويه اخرى، حان الوقت باش الناس الكل تحمي هذا النادي. نعرف شو نقول وازين كلماتي، تحمي هذا النادي. اتونسيون، اولا هاتي الجماهير الغاضبه، اوكي غضبت ونعرفوه تغضبوا كما قال بعدش تلقاوك 30,000 و40,000 والكلوب وستيها وكذا. دونك جاء وقت باش الناس الكل
تتحكم شويه في العقل وترزن شويه وتكملها لنهايه الموسم هذية. عليه مش نقول الكلام هذايا اخر كلمه، خاطر الافريقي فما سي يوسف بوادر ايجابيه بالنسبه لي انا كفني، وفما نواه تاع سته ملاعبيه صغار تنجم تبني بيهم العام الجاي. مشكلة ما تهدمش، مش قاعده تتبع فيهم، ما تهدمش الدنيا كل، ما تدمرش الدنيا كل. كيفاش يقولوا كمثل الفرنساوي جاب بيبي افيك لو دي با، يعني بون مش متلوحش بيبي والمال حاجتكم المسخ. دونك عايشكم كالما، الهدوء اليوم الناس الكل في حاجه الى الهدوء، لان الافريقي سيتون انستيتيوشن صرح كبير، ماهوش معقول باش الناس كنت تلعب بيه. سي يوسف توافق الكابتن كي يقول لك من الصعب اليوم على الافريقي انه يوجد رئيس قادر على تحمل العبء المادي الكبير اللي كان متحمله لليوم مازال متحمله رئيس النادي سيد سليم الرياحي؟ هو في تصريحاته قال هو حكم على حتى كرة القدم في تونس باش يطلع لها المستوى نتاعها، وما حتى واحد ما يجي يتبع. هو قالوا ببعض اللسان هذا اللي صرح، ما قولك انت باش يسير فريق في حجم النادي الافريقي حاليا، لكن انا شاطر بالمسله ريال الموجوده، بالمسله ريال وبالطموحات، مسله ريال وطموحات والكونترا. ولكن شو نقول انا؟ احنا نقول هنا مهما يكون الرياضه والتاريخ نتاع النادي الافريقي، وحتى كل اي نادي موجود كل واحد عنده التاريخ نتاعه، سنه في تاريخ النادي الافريقي ماهيش حاجه كبيره. برافو عليك. سنه شنو المشكل؟ فماش فريق، فماش نادي ما يتعداش في ظروف صعبه، اكثرش من مانشستر سيتي في الفتره الاخيره هذه اللي هي معناها اش عملت في انجلترا، حاليا تتعدى في ظروف صعبه. معناها سنه في 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 تاريخ وفي قيمة النادي الإفريقي ماهيش حاجة كبيرة ياسر. ولكن زاد كي نحسبوا على العشريات الأخيرة نلقاو النادي الإفريقي مش قاعد يتحصل على ألقاب بالكمية اللي يستحقها فريق في عراقة النادي الإفريقي. نلقاو اللقب في 2007، لقب في 2015، جماهير الإفريقي قاعدة تصبر برشا باش تاخذ لقب. هذا بالعكس ريزون دو بلوس، أنا بتأكد لي كلامي. معناها النادي الإفريقي في العشرية الأخيرة ماهوش متعود على التتويجات. معناها إذا هو توج على مستوى الشامبيونات دنيرمون مع سي سليم الرياحي، وخاصة في لي ديسيبلين الاخرين موجود ومازال قادر وعنده بوادر معناها ايجابية جدا، اللي النادي الافريقي قادر باش يرجع للمكانة نتاعو. ناصر وبعدك. انا باش نقول حاجة واحدة فتحي، خالد قال انه مش ممكن انه رئيس، انا نقول لك كان يجي رئيس ويلم معاه هيئة مديرة مستقرة ويتجد استقرار مادي، حتى لي كونترا راهو فيهم حل، حتى لي كونترا اللي صايرين في الكلوب افريكان نجموا نلقاو لهم حل. معناها حل معناتها انا نجم نكون متعاقد مع ملاعبين، ملاعب يخلص 150 مليون. اي باش نفسر لك، فلوس مليار تنجم، باش نفسر لك نجم يكون ريزيلاسيون دو كونترا لاميابل. وقت اللي انت الظروف نتاعك ونتاعي انا ما عادش تواتي بعضها، نجموا نقعدوا على طاوله نتفاهموا والاستراتيجيه نتاع الكلوب افريكان تتبدل وتحط الامور في نصابها. هذا يلزم التقييم يصير من داخل. فامن انت انه نجوم الافريقي الكل باش يقبلوا بالكومبرومي هذايا؟ معناها نقعدوا كي يبدا فما شكون يعرف ينيغوسي ينجم. ينجم انا نقول لك ينجم. لما السالاريال سامحني انا نقول لك ينجم. السالاريال كبيره اي، لكن ينجموا بالنيغوسيسيون انديفيديوال، ينجموا يلقاو الحلول ويوصلوا الحلول هذوك. وفما ملاعبيه يقول لك انا الله مني نمشي نلعب وناخذ رباع ولا ناخذ شطر ولا ناخذ ما نعرفش كيفاش على حسب النيغوسيسيون ونمشي نلعب في كلوب اخر ونمشي ننشط خير من نجم نقعد نلقى بشكل اخر. يبقى البديل فتحي قبيله. الكابتن على حسب الكابتن اقترح على السيد سليم الرياحي ان يعترف بالاخطاء نتاعو ثم يواصل رئاسته للنادي الافريقي. في ماذا اخطا سليم الرياحي اليوم لو كان نحبوا نقيموا المده الرئاسيه والمده النيابيه نتاعو على راس الافريقي؟ ساعة فما كلمة قالها خالد، كلمة حلوة خالد قالها وتوجه لجماهير النادي الافريقي، الهدوء. أنا الكلمة هذه نقولها للهيئة المديرة للنادي الافريقي مش لجماهير النادي الافريقي. الهدوء للهيئة المديرة للنادي الافريقي وللسيد سليم الرياحي مش وقته. الملاحظة الثانية باش نجاوب على السؤال علاش قال بعد الدربي. لأنه ربما أيضا تعرف في تونس ما عندناش زوج بطولات، عندنا ثلاثة. الدربي بطولة بين الترجي والنادي الافريقي والناس تعرف التاريخ. قادر نتيجه ايجابيه الناس تعرف التاريخ يتراجع على الاستقاله. بالطبع بالطبع الديربي بطوله في تونس، الديربي بعده هو اللي يخسر المدرب يروح يشد داره والجمعيه تدخل في شبه ازمه. دونك بعد الديربي ربما في الديربي يفكر السيد سليم الرياحي
لك انت صار في الدربي بالنسبه لي انا هزيت تيتر سناء دونك الاجواء تتبدل ونولي ونخدموا في الهدوء اللي يحكي عليه خالد في شنو اللي هو ضروري اخطا في كونه كما التونسي العادي المواطن التونسي اخطا السي سليم الرياحي. المواطن التونسي شنو هو؟ يعيش اكثر من الامكانيات نتاعو. معروف المواطن التونسي يخلص 500 ولا مليون عنده الفاكونس نتاعو عنده كذا ترى يعيش قور قداش يصور يا اخي هذه المعجزه التونسيه. سي سليم الرياحي حتى البار الفوق ياسر علاها ياسر هذاك علاش فما مشكله اليوم شكون باش يجي؟ شكون باش يجي اليوم باش ياخذ لو تران اون مارش في هذه الظروف هذيا؟ على هذه تخوفات من المستقبل شكون يخلف سليم الرياحي؟ لكن نحكي لك على الحاضر، الاخطاء اللي وصلت الفريق الى النتائج هذه هي الاخطاء، هذه هي وانه الاموال والاسماء مش معناها نعمل لك جمعيه، ربما غلطوا سيد سليم الرياحي نعم، ربما قالوا له جيب فلان هاو كذا وذا اسم وذا كذا، وكي خرج قالها راهو خرج قال جايبوني ملاعبيه في الرتريت جايبين لي في اللي ياخذوا 100 مليون ما في كذا في دونك الاخطاء السي سليم الرياحي الباهي فيه وانا قال لك انا ما نفهمش الكره ولكن انا حطيت الاموال ولكن قال زاد انا نصرف انا نحكم بطبيعه الحال هو يصرف هو يحكم هو يحكم باش وقت اللي يجي جماعه بعده جيب هذا وجيب هو يحكم يعني ياخذ القرار الاخير يقول جيبه دونك الناس اللي بحذاها ربما في الانتدابات وبعض الانتدابات نظرا لكونه الاموال موجوده والكرنيت شيك محلول باش يعرف السيد سليم الرياحي ربما يتعلم منها هذه في الكوره وانه راهو الكرنيت شيك ما يحلش كل المشاكل، الكرنيت شيك ما يوصلش معناها الاموال اللي ضخ فيها كانت نجم تنفع اكثر لو ربما صغار نتاع النادي الافريقي كان التكوين بتاعهم احسن لو ربما جاب مدرب ديريكتور تكنيك معناها عنده قيمه كبيره ياسر باش يعمل في التكوين المهم بالنسبه لي انا باش ما نشخصوهاش في السيد سليم الرياحي انا النادي الافريقي اليوم تفرجت البارح ومانيش مصدق لانه وقت اللي راه صابر خليفه عنده مده وريته البارح قلت النادي الافريقي بالنسبه لي انا صابر خليفه عم ناول منين يشوط يحطها في الكتر فانديس كل عام كاتشيزو يماركي كل اللي عملوا جابوا صحيح اثناء صابر خليفه وجه اخر تماما ما عقلتوش وبالتالي كما عملنا النادي الافريقي كان متالق اثناء النادي الافريقي ما عقلناش. سي يوسف انت تعرف الافريقي دربت الافريقي علاش عندنا الشعور ديما انه الافريقي ديما يعاني من مشاكل على مستوى التسيير مشاكل اداريه عكس الفرق الكبرى الاخرى اللي قد تتخبط في مشاكل قد تدخل في ازمات ولكن ازماتها ما تخرج ديما للوسائل الاعلام للصحافه للتلفاز للراديوات للترجي للنجم للنادي الرياضي الصفاقسي الافريقي ديما عنده مشاكل على مستوى التسيير علاش؟ هذا اولا ساعة قوة الجمهور اللي عنده والجمهور قريب برشا للنادي الافريقي هذا انت حسيته كي دربت الافريقي اي مش انا حسيته حتى كل اي تونسي متابع يحس بهذا من البنزرة البنجردان هذا نحسوا به هذا ثانيا تقاليد النادي الافريقي تفقدت مع الرؤساء القدماء خاطر كانت هي سباقة في كل شيء النادي الافريقي مع الترجي الرياضي التونسي قوة الترجي التونسي والنادي الافريقي فاش وحتى نجم الرياضي الساحلي في فترة زاد معينة النادي الساحلي تأثر بالإدارة شكون قعد الترجي الرياضي التونسي متمسك بالتقاليد نتاعو الإدارية النادي الافريقي فقدها والنادي الافريقي فقدها وطموحاته كبيرة ياسر وشعبيته كبيرة ياسر بطبيعة الحال في كل مرحلة تلقى معناها فما ديكاسور على مستوى الاستمرار احنا المرحوم برك هو اللي مسك النادي الافريقي وقعد سنين اللي هو سي شريف بلامين المرحوم هو اللي معناه وكان ولد النادي الافريقي هذا الفارق اللي موجود في النادي الافريقي ويقعد ديما النادي الافريقي فريق عريق فريق كبير وعنده معناه القيمه نتاعو ونرجع وديما نقول على مستوى التسيير هو نقطه الضعف نتاع النادي الافريقي كابتن طلبت الكلمه من ذول توافقني كي نقول لك جمهور الافريقي ما يستحقش لقب في 2008 ومن بعد يستنى سبع سنين لقب في 2015 ما يستحقش النتائج هذه شو يستحق ما يستحقش يلزمنا نعملوا كيفاش نقولوا يلزمنا نفرقوا بين النادي والفريق النادي عريق نادي كبير ولكن جاء اوقات يا ماتر اللي الفريق ليس في حجم النادي لا في حجم تاريخه لا في حجم مستقبله حجم جي فريقك برا نورمال شفنا على مستوى العالمي مانشستر يونايتد ما درك تحت ديفيزيون 2
فما حتى مشكل. يوفي كذا نورمال. دونك لازمنا نفرقوا بين النادي وبين الفريق. الفريق صحيح فما اسماء خويا يوسف، اسماء رنانه، ولكن فوق الميدان شو اللي عطات؟ قول لي هزوا الشامبيونات، مي شو عطات؟ كما قلت قبيله في الكوليس بالاسماء هذيك، كان جات اسماء راهي الكلوب عم ناول فاز بالبطوله قبل 8 أسابيع ولا 8 جولات، ما هكا في الاخر بالكل بون داكور. تبقى السي سليم الريح ليس من الميدان، مشكل كبير. زيد على ذلك واقولها بصراحه، وهذا تعرف كابتن رؤساء الانديه في العالم هم مش ولاد الكره، مو الميدان عاد، ما هو ليس من الميدان. الاخرين عارفوا كيفاش يجيبوا للميور ويخلصوهم، بون داروا بيه ما عليناش حاسيلو في الاختيارات وكذا، ولكن فما بروبليم دو كوميونيكاسيون. ما تجيش نقول انا قبل ماتش كان ما نمشيوش، معني ما تربطش سي سي مرياحي مستقبل الافريقي ومستقبل النادي في مباراه، ما يجيش هذا، معناها غير منطقي بالكل. ثانيا هذا بروبليم دو كوميونيكاسيون اكستراوردينير اورجانيزاسيون، ما فماش. ولكن فما حاجه اخرى، فيستير، ولا فما ناس تكلم على الفيستير وعم داخل الفيستير. شو الفيستير؟ الفيستير هو سيدي تفاوت في الرواتب، ملاعب ياخذ 300 ملاعب 150 مليون، اي قول لي كيفاه كابتن؟ وهل ترى سؤال اخر، يا هل ترى كورتنا بكل احترام لكل اللاعبين، ونعرف اللاعبين ما عندهمش سيكيورتي سوسيال ما عندهمش كوفرتير سوسيال، ولكن هل يعقل في تونس اليوم البلاد المديونه حكومه كل مديونه ربي عاشر الجمهور هذا كل ولادهم باش يخلصوا الديون تاع تونس، ها 150 مليون و 120 مليون في الشهر، ها باش يلعب ماتش واثنين؟ كرتنا ما تستحقش، اما رؤساء الانديه قابلين باش يصرف. مو هذا هو الكونكيرونس صار تو بين نوادي كبرى، نوادي او شوفوا في الملاعبيه 8 مليارات 9 مليارات 10 مليارات على شنو؟ على كورنير معوش وعلى كفران في حفره. مش معقول، يلزم. انا تو مش نعمل بارونتيز صغيره، انا عندي تحدي كبير للجامعه ذي جديده، انا عندي تحدي كبير وعمره ما يعرفوش الريفورم. انا نحب كان ينجموا يوصلوا يعملوا بلافونمون دي سالير، والله لا يجبدوها النوادي الكبرى، خاطر باش يحضر معنا امين موجو، باش يحضر معنا امين موجو رئيس لجنه المسابقه، عملوا التسباني عملوا التويتاني ولا غضب كده. المكتب الجامعي الجديد 150 مليون وديع الجري، نطرح عليه السؤال هذا، يحكينا على الفريق، نمشيو نحكيو على النجم الرياضي الساحلي فتحي المولدي، النجم اللي نجح في تخطي عقبه فريق اولمبيك خريبقه المغربي، النجم فاز 2-0 اهداف العكاشي ودرامي ميكايلو، ولكن برشا اسئله تطرح اليوم على مردود النجم. لاحظنا الناس الكل غياب فورما على جل لاعبي النجم الساحلي، هات نشوفوا المقابله 2-0 للنجم الساحلي ونرجعوا نحكيو في التاسعه. تأهل النجم الساحلي لدور الثمانية نهائي للشامبيونز ليج كان صعيب، لكن ما يحسب الفريق انه حقق الاهم ولو على حساب الاداء. تغييرات هجوميه جذريه قام بها المدرب فوزي بنزرت قبل بدايه الماتش، وحمد العويشي واكوستا لاول مره جنب الى جنب في التشكيله الاساسيه. تغييرات في الحقيقه ما كانتش ناجحه، والانسجام كان مفقود بين العويشي واكوستا، والدليل فرصه واحده على كره ثابته تسحق الذكر تلت الشوط الاول. الشوط كان دون المامول، عرف فيه النجم برشا معاناه واخطاء دفاعيه فاتحه، كادت تكلف الفريق سيناريو ما كانش في الحسبان لولا خبره جول اسمه ايمن المكتوثي. في الميتون الثاني مع دخول الهداف احمد العكيشي مكان العويشي، شفنا نجم جديد. العكيشي عطى برشا حلول في الهجوم، سرعه في بناء الهجمه وحاسم قدام الكاج. كوتشينغ اخر جاب جديد في هجوم النجم، ميكايلو درامي الملاعب اللي حقق هدف الاطمئنان لفريقه وقضى على امال المغاربه. النجم صحيح يربح لكن ما يقنعش، خاصه في الاسابيع الاخرى، وهذا ما خلف امتعاض من الاحباه، امتعاض اكدوا للملاعبين. الموضوع الاول كارثه، معناتها ما مشى شيء فيه. انا عندي 5 سنين طول 6 سنين في ليتوال، اول مره نشوف معناتها الموضوع الاول هكا نلعبوا، برشا تعب. الولاد الكل رزان، نحسوا روحنا رزان برشا، فهمت؟ بتعرف الماراثون كان تعدى به النجم الرياضي الساحلي من ديسمبر عملناه وتو احنا كان نلعب. الرزنامه اكيد عندها تاثير على مردود الفريق نتاعنا، واللخطه اللي فيها وخاصه انك ما ترتاحش منذ 3 سنوات تقريبا، الفريق او المجموعه الكل، خلينا نقول لك مجموعه الكل ما ارتاحتش جمعتين وجوز اسابيع، دونك هذايا عنده تاثير كبير على مستوى النسق وخاصه التركيز الذهني. نصر النجم ينتصر، النجم يترشح، ولكن في الفترة الأخيرة برشا مؤاخذات على مردود النجم الرياضي الساحلي، النجم ماهوش في الفورمة العادية نتاعو. هذا حتى بكلام الإطار الفني نتاعو واللاعبين.
صحيح انه بعد الحصول على الكاف كوب دو لاكاف كنا نعتقد ان النجم وقتها باش يتيح شويه في الريتم على خاطر جات ونساق نتاع مباريات كل عنده مباريات متاخره انه كل ثلاثة ايام يلقى روحه يلعب في مباراه. المرحله هذيك الصعيبه عداها كما يلزم وكان بيرفورمون وعمل مباريات ممتازه معناتها وتمكن باش ينتصر لبرا في سوسه وخارج سوسه وكانت مهمه. انا مانيش برشا مع اللي كان فيه يحكي فيه رضا انه النجم الساحلي اول حاجه فريق انه عنده ثلاث سنين قاعد يلعب على الالقاب قاعد يعمل في انتدابات وقاعد يدور في الافكتيف نتاعو. المشكله نتاع النجم الساحلي انه مش قاعد يدور في الافكتيف نتاعو كيما يلزم وتعرف مع تراكم المباريات ومع نسق المباريات ومع نسق الضغوطات نتاع النتيجه لازم باش يصير رولاشمون معناتها فيزيك مونتال باش يجي رولاشمون. لكن الحاجه الايجابيه بالرغم الرولاشمون هذا وبالرغم انه النجم الساحلي مش قاعد يقدم في اداء ممتاز ومقنع كيما عودنا وكيما سنسنا خاصه في السنه الفارطه وفي مرحله نتاع الذهاب حتى حصوله على الكوب دي لاكاف ضد اورلاندو بيريتس. معناتها النجم الساحلي طاح نوعا ما في الفتره هذه لكن يزمو يعرف المدرب والمعد البدني والناس اللي تخدم ليكيني والاسوا والمساج وهذا من كل هذا عوامل باش تخلي النجم الساحلي يرجع النسق نتاعو الطبيعي على خاطر في التعب وفي الريكوبيراسيون فما برشا ما يتخدم سور لو بلان ميديكال اي سور لو بلان فيزيك حتى في نظام الحصص التمرين ينجم المدرب يتعامل معه. سيوس عادي اليوم في السيكل نتاع فريق انه يوصل للقمه ومن بعد يمر بفتره نتاع فراغ، يمر بفتره ما يكونش فيها المردود على احسن ما يرام، والا لا بالنسبه للنجم الساحلي اليوم هذا ناقوس خطر قاعد يدق وعلى الاطار الفني يعني ياخذوا بعين الاعتبار. لا ما نزموش ناخذوا نوصفوا المردود بالطريقه هذه لان في برنامج كل اي مدرب فما فتره هو يحضر لها ويعرفها وقتاش الفريق باش ينزل على مستوى المردود نتاعو. لكن الحاجه الايجابيه في النجم الرياضي الساحلي ولو هو نازل على المردود الانتصار موجود وهذا يخلي الروح ويخلي كل اللي ما يحبش الماتر ثقافه الانتصار ما يحبهاش الماتر معناها ثقافه بكل لا الانتصار لا غير الانتصار الانتصار معناها هذا 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 متوقع. وحاجه اخرى قالها ناصر اللي كونه طريقه فوزي ما يعرفش التدوير بالنسبه لي متمسك ديما بالطريقه نتاعو معناها الملاعبيه 13 ملاعب اقصى تقدير هذا يضر الفريق سي يوسف في طول المشوار وخاصه في الريتم اللي عملته نادي مارس الساحلي يتراجع مش يضر كلمه تضر معناها المصطلح يمكن صعيب شويه لكن الفريق يجي فترات صعبه ممكن هنا يجم يتعداها على مستوى المردود لكن الخطر فين؟ الخطر لازم يكون فيش اصابات خاطر الاصابات هي تجم تحكم على سنه اما المردود كي ينزل وانت تنتصر تنجم تتعداه باذن الله ما فماش مشكل. اما كان نعاود نقول كما اللي قلت لكم هنا بقره صفرة 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 تولي صفرة. كان حاليا مش نقعد نقولوا النجم الرياضي الساحلي ما يلعبش مليح ما يلعبش مليح حيولي ما يلعبش يوسف حتى ملاعبيته قالوه غادي عبد الرازق قال اربع سنين نلعب في النجم الساحلي ما شفتش الفريق نتاعي بالوجه هذا نتاع الشوط الاول ضد اولمبيك خريبكه الملاعبي قالوا معناها حتى الملاعبيه حاسين بالطبع. لكن انت تو تسع مقابلات لعبناهم في ظرف 24 احنا لعبنا سبعه فرق هو لعبوا تسعه هذا باش يخلي باش يخلي باش يخلي اثر الاثر منتظر الاثر هذا هاني نقول الاثر جاء في المردود نجاش في الاصابات وهذا تحسب للاطار الفني وخاصه على مستوى اليقل المعد البدني والستاف ميديكال تتحسب له هذا. كابتن انت كنت ديما متخوف من تبعات الرزنامه والماراثون نتاع المقابلات اللي قاعدين يخوضوا فيه الفرق الاربعه الكبار خلينا نقولوا في تونس. اليوم يظهر لي النجم الساحلي قاعد يخلص في فاتوره الرزنامه هذه شويه على الاقل لانه سيوس مش موافق قال لك ما يلزمش ردوا الامور كارثيه. لا مش كارثيه. لا هي مش كارثيه من ناحيه المردود ديما نحكيو على المردود. كارثيه رفيق سامحني كارثيه ماهيش كارثيه. كيما لاعب يقول لك خمس سنين ما ريتش الفريق نتاعي بالوجه هذايا يلعب بالطريقه هذه ما تعتبرهاش كارثيه معناها؟ مش كارثيه. يزمو يعرف اللاعب هذايا ما يجمش يشد اكثر من 8 اسابيع وهو في التوب. واضح. وفي حتى كان نعم سامحني مثلا كل اي فريق حتى الفريق انا قلتها سابقا وفما بعض خيان من النجم هذي الساحلي ما حبوهاش. فما اوقات وين النجم هذي الساحلي ما قامش مستوى كبير ياسر. وخاصه المستوى الخلفي. كانت غلطات كبيره جدا لكن ما طراتش وقتاش ما طراتش لان المنافس ما تلمسهاش. والفريق انتصر ما تعديتها كي لان الامور هذه عاديه جدا. كابتن
والله يشوف كيما الفرق اللي تعمل ديزوبجيكتيف ثلاثه معناها على المستوى القاري والمستوى المحلي، معناها المستوى المحلي عندك الكاس وعندك وعندك الشامبيونز ليغ والسوبر كوب والكاف، سي نورمال سي نورمال فريق كيما توال باش يجهز نفسه لهاته خلينا نقولوا السفره الطويله والمتعبه الاكثر والاقل. دونك باش يجيك انت في العالم اجمع سورتو توا في العالم في العالم توا في اوروبا توا الفونتر مو دو لا سيزون توا توا الناس الكل مش تحس في العالم اجمع قاعد يحسوا في التعب، الناس الكل يكذب عليك الناس الكل تبقى ليتوال كما قلت البارح السيستيم دو جو اللي عامله سي 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 سي, سي فوزي يتطلب طاقه كبيره. ما معنى طاقه كبيره؟ اذا انت مش تعمل هالبريسينغ هو هذا انت كل يوم تطاكي 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 وتلعب 40 متر على جولك اتونسيون فو بوكو دو موفمون خاطر مش تلعب في اسباس ريدوي قدام الادفيرسير والادفيرسير مش يوخر بكله فماش اسباس دونك باش تخلق الاسباس يلزمك ان موفمون بيربيتويل ها 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 من غير كور اتونسيون سي تري سي تري معناها فاتيغون ابويزون صحيح مي سي نورمال كي سي دي تراس تبقى على ماتش ما نحكموش على ماتش على سيزون كانت على ايطوال ولكن صحيح كلامكم صحيح اللي ساتورن تور دو 13 دو 14 ما فماش ولا في 30 سنه نحبك تلوم على فوزي اعتماده على 12 13 14 لاعب ولا لا ما نلومش عليه دي مومون لا لا ما نلومش عليه دي مومون اللي ريزولتا ماشيين اللي ريزولتا ماشيين الشيء تو الايطوال تخاف منه تعب النجم لقى له حل هو الاصابات ما عندكش وقت باش اللاعب يرجع خاطر احنا في فان سيزون ما عندوش الوقت باش يعمل التناوب في الراحه وانهي قراءة أخرى كان أعطاها سي يوسف يقول لك اليوم النجم حتى هو في أسوأ حالاته قاعد ينتصر وهذا المهم يعني ما نتفجعش على النجم بكرة ثابتة بمجهود فردي قادر يجيب ثلاثة نقاط قادر يجيب الترشح يعني نجم على ثنية صحيحة حتى ولو المردود نتاعو ماهوش في أحسن حالاته. صحيح ساعة اللي كنت راف على كلمة كارثية وكارثي وكذا عنده الحق سي يوسف تفجع لانه واش خاص كان كارثيه الكل هكاك سافا سي بون دونك يساعد لانه الكلمه قالها المدافع نتاع النجم هو بيدو رازي عبد هو قالها سمعت انا بيدي سمعت الكلمه اللي قالوا سي يوسف انا قلت الاسبوع الفارط تعرف كي ما تدفعش الزبله والخروبه البلديه تبعث لك جواب يقول لك افيرتيسمون سون فري معناه انذار دون مصاريف من الاول يجي خالص وديا لحد الان النجم الساحلي رغم الفتره الصعيبه هذه ورغم التعب لا ما مش حتى بيخاف الاضرار بدون اضرار انا اللي ريته نهار السبت ولهنا فما كنت ننتظر اسم باش يتقال اللي هو البلبولي اللي هو كان البطل بتاع الشوط الاول ثلاث مرات راس راس معناه دفاع النجم الراضي الساحلي وقت اللي قال غازي قال راهو كارثي كارثي بأتم معنى الكلمه ولكن البلبولي هذه ربما امتياز الفرق الكبرى كي واحد يطيح الاخر يهز كي ما تقاش الكفرونات نتاع حمزه الاحمر حمزه الاحمر عنده مده ما سجلش هكا تحت لافونسون ترى هبط العكاشي هكا حل المشكله معناها خليها على البنك هبط فرشك سجل هدف وجاب هدف معناها شوف تلقى الحلول البديله دونك النجم الرياضي الساحلي اليوم جاتو معناها من عند الكالندري معناها حاجه حلوه ياسر وانه مقابله توغو ذهاب واياب عنده 10 ايام راحه العشر ايام هذم ذولي اكثر فريق يستحق لهم هو النجم الرياضي الساحلي اليوم لانه العشر ايام هذم شي نجم يرتح للملاعبيه والتعب راهو ساعات راهو ماهوش بدني فقط راهو تعب ذهني راهو البدن نجم تقول انت حمام وسنة ونهارين ما تترناش الى اخره مش صحيح بلوكاج مونتال ايام الكوره قلق من الكوره يا ولدي قلق من الكوره يا راك يجي يهز ساك باش يمشي لونترينمون معناها في عودي يولي في عودي يكون كيف يولي كرفي معناها هذيك هي لك دونك النجم الراضي الساحلي اليوم الى حد الان يعمل في موسم غير عادي راهو على مستوى النتائج موسم غير عادي الفريق الوحيد اللي قعد لنا في كأس ربيع الأبطال لكن اليوم قدامه نهار 8 أفريل اسم آخر اسمه إينيمبا إينيمبا نيجير والموسم إلى حد الآن اللي هو غير عادي للنجم الساحلي سواء في البطولة سواء في كأس الكاف سواء في كأس تونس مترشح في الدنيا بكل معناها التاريخ هذا نتاع إينيمبا نهار 8 أفريل ثم نهار 20 أفريل ينجم يكون موعد حاسم
ينجم يكون موعد حاسم يا اما الانطلاقه الجديده للنجم الساحلي ونخاف نخشى ربما وانه التعب هذا يدفع الثمن نتاعو ان شاء الله مش وقتها على كل لانه الاوبجيكتيف نتاع النجم هو اعاده 2007 وعنده فريق اليوم قادر باش يصنع عنده فريق اليوم قادر باش يمشي في ملحمه 2007. حبيت نقول كلمه واحده على الكلمه الكارثيه اللي قالها غازي عبد الرزاق. انا نقول من ناحيه ناخذها من الناحيه الايجابيه. كيفاش؟ خاطر غازي عبد الرزاق انه تعود النجم الساحلي يشوفه بيرفورمون، تعود يشوفه باهي، تعود يشوفه في نيفو عالي، وقت اللي يشوف الفريق نوعا ما وخر طاح هذاك علاش يعتقد انه المردود الجماعي نتاع النجم الساحلي كارثي. هي حاجه ينجم يكون واعي بها اللاعب ويكونوا واعيين بها المسؤولين والمدرب، تكون مهمه خير من تكون العزوزه هزه الواد وتقول عوام صبر. حكينا على رابطه الابطال الافريقيه، نحكيو على كاس الكاف، الملعب الجابسي بالرغم من انه ما كانش عنده اسبقيه كبيره ياسر في مقابله الذهاب الا انه نجح في العوده بالترشح مقابله الاياب من غينيا بالذات، ترشح خلى الفرحه كبيره في جابس وخلى حلم الملعب الجابسي يتواصل. برهن الجوابسية في أول مشاركة لهم في الكؤوس الإفريقية أنهم قادرين باش يمشيوا لبعيد في هالمسابقة، وحلم أبنية لسعد الدريدي يتواصل رغم الضغوطات والمضايقات في مثل هذه المقابلات. استايدا ترجع لتونس بتعادل ثمين يمكنهم الترشح للدور الثمن النهائي بعد انتصار الذهاب 2-1 مقابل ربحها الملعب الجيبسي تكتيكين ضد أكبر الأندية الغينية، وعرفوا الملعبية كيفاش يسكروا كل المنافذ أمام المنافس واعتمدوا على الهجمات المعاكسة اللي شكلت الخطر على دفاع كالوم، وكاد كل من أحمد حسني في الشوط الأول وخاصة هشام السيفي في الشوط الثاني باش يسجلوا، لكن الكرة ضاعت في زوز مناسبات. لقاء نجح فيه الجوابسية باش يحققوا المطلوب، ونجح المدرب لسعد الدريدي في التعامل مع أطوار المقابلة اللي ما كانتش سهلة. اللاعبين كانوا معناها حاضرين 100% سيرتو مونتالمون، ما طاحوش في البريسيبيتاسيون ولا في البروفوكاسيون تاع الادفيرسير. البلوز امبورتون بالنسبه لنا احنا وي كاليفيكاسيون باهيه، لكن مازال تستنى فينا معناها مهمه كبيره في البطوله، لازمنا نحضروا روحنا معناها من توا. الفرحه كانت هستيريه بانجاز تاريخي نظرا لصعوبه المهمه قبل اللقاء وبعد اربع مقابلات استايدا ما خسرت حتى مقابله. فرحه الملاعبيه تقاسموها معهم الجماهير العريضه في جبس فور انتهاء المقابله. كنا رجال اليوم وصلنا الميساج لبرشا عباد وفرحنا الجوابسي الكل وفرحنا التوانسة الكل، وان شاء الله مازلتوا بتشوفوا الملعب الجابسي في الوجه الباهي في الماتشات الجايه ان شاء الله. وحتى بعد عوده الفريق الى جابس فانه لقى استقبال جماهيري كبير. جابس عاشت فرحه كبيره بتاهل تاريخي والحلم بدا يكبر وقد يتواصل خاصة ضد منافسه القادم زاناكو الزامبي. كابتن بعد نتيجة 2-1 في مقابلة الذهاب كنا متخوفين شوية المصير الملعب الجابسي في مقابلة الإياب، ولكن لاعبين والإطار الفني كانوا الكل في الموعد وخلاوا الفرحة والحلمة تتواصل اليوم في الملعب الجابسي. الترشح هذا أكثر من مقابلة كرة بالنسبة للجابسي. هو أكثر من صحيح بارك الله فيه. هو بالنسبة للمدينة فو دي سوسي زاد يعني رغم المدينة كلها جابسي. تو سمعت لاعبي سيتي يعني مجاني قالها مش معقول انت فرح تكمل الفرح جابس راهو الجوابسية ستيدا او جنيزة كيف كيف معناها اذا فرحت جابس فرحت الناس كل مش سي فري خاطر نعرف الاجواء غاديك وكذا تبقى هما توا قاعدين خطوه خطوه كما قلت قاعدين حجر حجر يكتبوا في تاريخ وان شاء الله ربي معناها يوصلهم للنهائي. فكرني في سيابي صح ولا لا؟ جات وحيده حملهم في كيف كيف ما نسويش ديما حملهم في لا لا تاريخ مش انا خاطر حملهم التاريخ قال اول مشاركه تاع نادي رياضي حملهم في قبل سيابي اول مشاركه مشيت واحده واحده وصلت دمي فينال معناها اوكي بشوي بشوي كيما توا جابس شو نقول لهم جابس توا يلزمكم عندكم ثقه في امكانياتكم ما عادش تحلموا سي فيني الحلم فات تبارك الله تروزيام ثالث مقابله ما غير خساره ما عادش تحلموا توا راكم خذوا ثقه في امكانياتكم فوزيت كابابل
راكم قادرين باش تكملوا المسيرة، وهذا كل ما نتمناه للقوابسية عامة ولمدينة قابس. فتحي توفقني اليوم كي نقول لك حلمة القوابسية ما عادش حلمة القوابسية فقط، ولات حلمة تونس الكل. تونس الكل اليوم ولات تسأل اش عمل الملعب القابسي، اش عملوا، شنو هي النتيجة. تونس الكل اليوم وراء الملعب القابسي، ونادرا ما لقاو التوانسة تتحد وراء فريق. اي ماذا بينا تونس الكل. انا الاسبوع الفارط نتبع كوس افريقيا، النجم والترجي والنادي الافريقي والملعب القابسي. كونوا امناء مع لا التعاطي الاعلامي حاجه اخرى. اي فوالا، كونوا امناء مع رواحنا ونقدروا احنا شويه والملعب القابسي معناها. لكن الملعب القابسي اليوم، الملعب القابسي ومن بعد البقيه، لانه هو اللي كان اقل حظ بالمنطق بالنتيجه ذاك الهدف نتاع دقيقه 90 اللي وجع وجعنا احنا على البلاتو وقت نحكيو. ولكن الملعب القابسي رينا الصور، فلت برشا اهداف، لعب الهجوم، لعب كذا. اليوم الملعب القابسي قاعد داخل للتاريخ بشويه بشويه من غير ما يعمل برشا حس، وهذا داير حاجه حلوه ياسر معناها من غير حس، لانه مازال في البدايات. قال ثلاثه مقابلات دون هزائم من اللي بدا كاس افريقيا والملحمه هذه، اربع مقابلات صفر هزائم. معناها لو الملحمه هذه في البطوله راهو يلعب الفوق. ثم ما نساوش حاجه اخرى، لو لا يقدر انهزم الملعب القابسي والمدرب وليد صلى الله تبدل ومازال كي جاء ومازال ما يعرفش الفريق، هذا الكل ما يتحدثش عليه. ريت سي يوسف وقت النشوه نتاع وقت الفرحه ننساو انه المدرب سي اسعد الدريدي مازال كي جاء ويحتمل اسامي الملاعبيه مازال مش حافظهم. هذا الكل يتنسى. المهم بالنسبه لي انا اليوم الملعب القابسي عثني الباهي، لو طاح مع فريق نعرفوه، طاح مع فريق يعرفوا النادي الرياضي البنزرتي. إذا كان ما خانتنيش الذاكرة، عملناه لعب مع نادي الرياضي البنزرتي. زانكو زامبيا. أيوه، وتعادل معاه في زامبيا، ومع الأسف لهنا في تونس عمل معاه تعادل إيجابي 1-1. دونك ومقابلة الذهاب بالبرة. اليوم الملعب القابسي نعطيه الناس الكل نعطيه حقه، لأنه إدارة غير عادية، ناس تسافر لأول مرة كأس أفريقيا، الناس تمشي تسافر مليح. تنظيم كبير ياسر، حاطين كل الامكانيات الماديه واللوجستيه للملاعبيه. انا شيء يعمل الكيف، وانا نفضل الملعب القابسي ما يحكيش برشا، خلي من بعد نتائجه تحكي عليه ونتائجه تفرضه على الراي العام وعلى الاعلام. ناصر، كلمه السر اليوم للملعب القابسي، ملاعبيه، اطار فني وجمهور، باش يقعدوا يقولوا احنا بي سور تير، شنو هي كلمه السر؟ الفرحه اللي شفناها غاديك صارت يلزم وقت اللي يوصلوا القابس يحطوا ساقيهم في القاعه ويخدموا، على خاطر المشوار مازال طويل. ما يلزمش وقت اللي نعملوا نتيجه باهيه نحلموا ونزلوا نوليو احنا عملنا كل شيء، وقت اللي ديسيبسيون نهبطوا روسنا. اليوم يلزم الملعب القابسي مهم برشا الانتصار هذا في مسيره الملعب القابسي، خاطر هو في مرحله تاع شك. معناتها كان الله القدر والحمد لله يا ربي تعادل الملعب القابسي للدور المقبل، انه باش يعطي اريحيه للفريق، باش يعطي اريحيه للمدرب اللي هو مازال كيمسك بزمام الامور، ويعطي جو ممتاز. شفتك العمى في البيسين هذيك علامه مميزه على الامبيونس والروح اللي عطاها الانتصار والكاليفيكاسيون. اما في كاس الكاف ما نتصورش في لحظه ما يتخلى الشكل، لانه الفريق داخل في مغامره، داخل في حلمه. توتا غانيير انا بيرت. لكن كما قال فتحي، انت 2-1 مش مطمنه، وقت اللي تمشي ماهيش مطمنه حاجه. اي والحلمه حاجه اخرى، لا ما عندي ما نخسر، الحلم ماشي في تجربه. لا مش ما تخسر، لكن كي حلمتك تمشي وتاكدها وتتعداها. وهذا اللي لكن مرهونه زاد. احنا البارح الكلوب افريكان مالجري انها خرجت، لكن البينالتي الاولى بدلت الماتش، وريزمون اللي ما جاش اربيتر اللي زاد ينجم يبدل الماتش، ينجم يقضي على احلام. راهو في افريقيا ما يلزمكش انت بارك في الكوره بارك، ليزاكوتي والاربيتر وخاصه في الادوار الاولى، فما برشا رفيق، ليزاكوتي والامبيونس والكار والاوتيل برشا، معناتها باش تعمل اكسبلواكي من هذا مش حاجه سهله. ولكن الملعب القابسي ناجح في هذا الكل. هذاك علاش لوميريت دوبل، سؤال الهيئه، سؤال اللاعبين، سؤال والانجاز هذا مهم برشا الملعب القاسي، لكن لازم يبنيو عليه، ما لازم زاد نحلم اكثر من لازم. مهم جا في مرحله حساسه، مرحله دقيقه، لكن وعلاش ما نحلمش؟ ما يلزمش معناتها الذي يمنع الحلم اليوم في جابس. نحلموا لكن ساقينا في القاعه، نحلموا باش نوصلوا نهزوا النهائي باش نفرحوا كما يلزم، باش نوصلوا اكثر ما يمكن في الادوار المتقدمه، هذا هو اللي نقصده معناتها. توا سامحني، ولكن توا انا خايف من حاجه وهي ماشيه وحيده وجاي ريزلتا. انا خايف توا تولي ضغط اخر ويطلبوا بنتيجه اللي ما طلبوهاش يقبل. هذا اللي نتمناه. انا نتمنى يخليه ك
كيما لعب ماتش بار ماتش ويلعب حسب امكانياته واللي باش يجي مرحبا بيه. كلمة على ملعب جابسي. في النقطة هذه الشارج بدا يجي لأن نشوفوا في المقابلة الأولى اللي تعدات التور اللي تعداه كان مدرب غير المدرب نجح لكن بعد هذا معناه كانت الإقالة نتاعو والإقالة نتاعو بصفة ماهيش منتظرة معناه هنا اش يفسر اللي على مستوى المحيط نتاع الملعب الجافسي مازال ماهوش واضح ماهوش مركز هنا نولي نشاطر انا ناصر يقول معناه الحلم احنا في انتصار معناه ماش نعرفوا واش نعملوا ماش نعرفوا واش نعملوا اما الجوبسي اللي تفرجوا فينا توس يوسف راهو يحبوا على حاجات ايجابيه لا ايجابي مترشحين فرحانين ما نبيعوا لهم حتى شيء هذا واقع اليوم خليني لحظه ناصر الملعب الجيبسي اليوم تخلى التاريخ إيه؟ الحلم قاعد يتحقق إيه؟ وكل خطوه يمشيها في الحلم هو ربحها دونك اليوم الكلام في جيبس اكثر من ماتش كوره كلام على فرحه على حلمه على ايش بيه مش معناتها احنا وقت اللي نقولوا الملعب الجيبسي يلزم سقيف القاعه ويلزم ما يتخمرش بلغتنا احنا لازم يقعد ساقي في القاعه خاطر نحبوا الملعب الجيبسي باش يواصل في الحلم نتاعو سيوس حبيت نكمل خاطرنا وصلت لي في اللي صار سابق ولا من اللي صار سابق باش ناكد للمستقبل نتاع الملعب الجيبسي لان الفتره هذه وقت اللي تعداها حلم يزمو يحلم وعلاش ما يحلمش امكانياته تسمح له والطموحات نتاعو مشروعه لكن الضغط اللي باش يتعطى يزمو يردوا الضغط ايجابي ما يزموش يقعد يولي ضغط سلبي وهنا كما نعرفوا اللي المدرب مازال كيتخلى على فريق والفريق هذا يلزم يعرفوا تدريجيا والهدف اللي سجله في 90 دقيقه اكبر دليل اللي كونه المره الجايه ما يلزمش تتعاود على مستوى المقابلات الجايه لكن الملعب الجابسي قادر باش يتعدى المقابلات الجايه وكما النادي البنزرتي اللي تعداها زاد كيما الملعب الجيبسي تعديتوه خذيتوه احنا قعدنا مش مشكله اليوم الجيبسي يحبوا يفرحوا يحبوا يشيخوا حتى يمكن تحاليل المقابلات وثلاثه اربعه ثلاثه واربع اربع ثلاثين ما يعنيهمش بالنسبه ليه عنده كل مقابله نتاع كاس كاف هبله يحب يعيشها بكل النواحي نتاعها ويحب فريقه يترشح صحيح عادي جدا نتاع اول مره رايح حلوه ياسر في كل حاجه في حياتك نتاع حاجه اول مره حلوه ياسر معناها حلوه بالطبيعه معناها اول مره تعدى في التلفزه اول مره تاخذ الباك اول مره في كل شيء معناها دونك معروفه معناها حاجه للتاريخ حاجه كبيره ياسر واليوم اللي انا مانيش موافق ناصر نوافقه في حاجه برك خذاه من المقابله الكل ريت شي يعوضك العمر في البيسين قلت المره الجايه مش يربحوا العمر في البحر مش نجموا يعوضوا معناها عجبتني نتاع البيسير المهم ما غرقوش حتى تو الحمد لله قلت لك الملعب الجيبسي قاعد يعيش في حاجه كبيره ياسر تبقى حلم العينين محلوله هذا هو ايش حاب يقول ناصر الناس كل تحلم شنو معناها باش يبدا هايم لا حلم العينين محلوله ما ينساش الملعب الجيبسي راهو عنده البطولة الوطنية ما ينساش الملعب الجيبسي وضعيته البطولة الوطنية مع الأسف ماهيش مريحة بالكل معناها الملعب الجيبسي مش مستانس وأنه ساعة كاس فريقي مش مستانس بها ولكن دخلها من باب الكبير وعنده مدة عنده سنوات إذا كان ما خانتنيش الذاكرة ما يلعبش على الطياح لا عمناول لا وتع عمناول بل بالعكس وفيها الرابعة وفيها الخامس دونك سناعين على هذه وين على هذه نتائج الكاف في نجم يعطي دفعه جديده في البطوله جو كبير ياسر في جابس اللي هو مهم بطبيعه الحال اجواء حلوه برشا في 20 ثانيه نحكيو على الترش مش يقولوا جابسي راهو عندي مشكل ديجا في جابس عندي انا راني نحب الملعب الجابسي حسب ما فهمت ماشي هكاك لا مش ماشي هكاك على خاطر مش صحيح خاطر انا من المطويه وراني نرجع من ولايه جابس مرحبا ما هو الجنوب الناس كلها تحكي على الجنوب حتى انا من الجنوب يا ناصر استنى هاو مضمون الولاده نتاع ناصر انت بالمتوي هبط هنا بعد على الكونت تاعك فيسبوك فاتي انت بقول الملعب الجابسي حبيت نقول انه باين انه يحلم واحد لكن ديما سقيف القاعه حاجه مهمه برشا خاطر نحبوا الجوبسي تحلم انه تتحصل على لقب ولا توصل دور نصف نهائي هذاك وين حبيت نقصد راهو نقعدوا نحكيو في كاس الكاف والله ما نحبش تحلم نحب اتمن بقدراتك
حب تم بقدرات اما حتى الحلم يعني الحلم شو قد يحلم شو نوري بلون كولور تحلم فيه نقعد معك انت كابتن في كاس الكاف ونحكيه على ترجي رياضي التونسي كما كان منتظر الترجي مر الى الدور المقبل مقابله كان لقى فيها روح الترجي في طريق مفتوح خماسيه ضد فريق النهضه التشادي من صار ثم برشا كلام باش يتقال على المقابله ولا لا با فوتو اكثر على الاقل كما قلنا في حديثنا وفي تحاليلنا ان النهضه فريق ضعيف جدا امام الترجي التشادي شادي مو موزمبيقي تو انتم عامديني في الحكايه هذيا معناها لا سنة تو انتم عامديني الحكايه هذيا احنا هنا في حصه رياضيه وهذه التلميحات نجم تصير حتى في حصه تاع لا مش عاودوها توا مش عاود بروسيد اتونسيون كي تقول نهضه برك لا كمل لا مش نقول لك اي شو اسمه تعرف وقت جات نهضه توا اربع سنين مع الترجي ما حبوش يقولوا نهضه وربحت شو اسمه ربحت الترجي اربعه في الشامبيونز ليغ خاطر هذه نهضه تشاديه عمرها ما تفوت للبريمي تور الاكثر على الاقل بون معناها تفاوت في وانت باين في الامكانيات بون كانت فرصه للوليد الجلاسي كانت فرصه لجويني باش يكون يرجع للمعنويات نتاعو الاكثر على الاقل فهمتي ولا حتى هما جماعه النهضه باركوا للترجي معناها فما حتى مشكل سي يوسف انك تربح بالنتيجه هذه في مقابله نتاع الشامبيونز ليغ ضد فريق متواضع مهم نتاع كاف مهم بالنسبه للفريق مهم بالنسبه للاطار الفني للمعنويات ولا امر عادي بالنسبه للفريق في حجم الترجي لا مهما يكون مقابلة معناها تربح 5-0 وخاصة مع ملاعبية اللي أظن خاطر ما نقولوش ملاعبية الصف الثاني خاطر في النادي في الترجي هذه فما الصف الثاني اللي ملاعبية مش متعودين يلعبوا مقابلات بعضهم هذا حاجة إيجابية بالنسبة للإطار الفني بالنسبة للمجموعة اللي تأكد اللي هي موجودة في كل وقت يستحق الفريق وخمسة صفر هذا كما قال بافوتو المستويات متفرقة كثير من كثيرة برشا كلام وبرشا تساؤلات ناصر على ملاعبي مثلا اسمه هيثم الجويني علاش هيثم الجويني ما كانش اساسي منذ البدايه يقول لك الملاعب هذايا عنده كريز نتاع ثقه عنده مشكل ثقه اليوم يبحث على ثقه يبحث على اهداف علاش اليوم ما نهبطوش من اول مقابله ضد فريق النتيجه نعرفوا انها محسومه امام هو والله احنا الجمعه اللي فاتت انت سالت سؤال وقلت لك المباراه هذه باش تصير فيها تدوير ليفيكتيف واعطاء الفرصه للاعبين اللي ما عندهمش نسق المباريات وظل هذا اللي صار معناتها فهمت كان المفروض انه ياخذ مباراه كامله معناتها باش ياخذ ثقه في نفسه خاصه هو عنده مشكل عنده مشكل في الترجي خاطر جويني وقت اللي تشوف في الكيب ناسيونال تشوف جويني اخر بطموحات اخرين بشوفه ديسيزيف لكن اوريزمون سجل هدف ممتاز انه يمكن يعطيه ثقه يخلي المدرب يعطيه وقت اكثر مطالب انه المدرب في مباراه كيما هذا يعطيه وقت اكثر باش ياخذ ثقه في نفسه معناتها المفروض ملاعب اخر يمكن يكون اخذ ثقه انطلاقا من المقابله هذه وسجل ثنائيه الملاعب هذا هو الياس جلاسي اللي حكى الكاميرا قناه التاسعه على تجربته في الترجي الرياضي التونسي على مستقبله مع الفريق وعلى طموحاته المستقبليه نشوفوا اش قال الياس جلاسي الكاميرا قناه التاسعه ونرجع نحكيه في التاسعه فوت اخترت الترجي معناها بعد ما اتفقت معناها مع لاجون نتاعي وكل شيء ظهر لي الترجي نحبه ملي انا صغير ومشيت لها معناها بدافع عن المحبه مع المسافر. واحد خاض معناها مرحله باهيه من الاولى مع الترجي وظهر لي واحد قدم معناها اداء باهي جيت البلوسير من بعد واحد رجع معناها واحده واحده مع سي عمار. اختيار معناها وشواء نتاعو هو معناها كان من الاول معناها انا على البنك من بعد معناها واحد اخذ شانس نتاعو واحد يحترم الاختيار نتاعو والشواء نتاع الاطار الفني الحمد لله يا ربي واحد قاعد معناها يرجع واحده واحده وان شاء الله معناها جاي خير ما تنجمش معناها تكون مرتاح وبعد ترجع معناها تعطي 100% ظهر لي معناها واحد لازمه معناها يستغل معناها كدرجين وربع ساعه اللي يهبط فيهم باش معناها ياخذ بلاصه معناها اساسيه معناها في الترجي. والله هي علاقه معناها عاديه معناها علاقه معناها تجمعنا معناها خدمه صحيح هو سي عمار متقرب من الجوارات الكل معناها يا اخوانا جوير بار جوير معناها يحكي معنا
شيء بيأثر واحد معناها باش يتأقلم معناها في التراجي معناها بحكم انه ما يلعبش. ان شاء الله معناها جاي خير. شخصية سي عمار معناها صعيبة شوية معناها مش بالسهل معناها باش يلعب عنده. معناها صحيح هو متقرب برشا من الجواريات اما لازمك معناها تخدم كوم يفو معناها في التيران معناها باش تفك بلاصتك عنده. بديت مني أنا الهيثم من بعد شاتها آدم كملت الحمد لله يا ربي واحد وفق ربي ومركة بونت. يا حبيت معنا المركي معنا وكل شيء باش واحد وموا معنا مورال موا يرتاح ويقو كونفيونس في روحه معنا باش يرجع ويقدم ما خير. بيها طموحي الأول معناه واحد يرجع معناه يكور سياسي إن شاء الله معناه تشوفوا معناه وجه آخر معناه للياس في قادم المباريات. إن شاء الله واحد يخو الشانس نتاعو كاملة وإن شاء الله معناه واحد يمشي لبعيد ويقدم معناه أداء باهي ويفرح معناه جمهور الترجي ويفرح أصحابي. يوسف المساكني عجبني لعبه ملاعب كبير واحد يطمح معنا باش يمشي معنا في طريق ويعمل كيما عمل معنا في الترجي ولا كيما توا في الخليج. فتحي ملاعبي بالقيمه نتاع الياس الجلاسي يقول لك انا الليدول نتاعي اليوم يوسف المساكني نحلم نعمل كيفه في الترجي ولا زاد كيما قاعد يعمل في الخليج. علاش ليه معناها كيما يعمل في الخليج ربما يحكي على المستوى المادي معناها الفلوس كيما في الخليج ولكن على الكره نتصور حلم نتاعو اكبر من كونه يمشي للخليج. هذا اللي نتمناه. هذا اللي نتمناه. ملاعبي فنان ملاعبي عندنا ملاعبيه يشوطوا الكره عندنا ملاعبيه يمسحوا على الكره كارثه تبال معناها هو من الملاعبيه هذم معناها ملاعبيه اللي عنده بوتنسيال كبير ياسر من الملاعبين اللي نفتقدوهم على سف في الملاعب نتاعنا الفرجه وخالد ديما يحكي ماذا بيا شكون يعمل عظمه شكون يعمل كذا تالوناد ويدخل بين اثنين ويتريبل الكره اللي نعرفوها في الحومه معناها اللي تخلي الملاعب معناها هي الجمهور يشيخ عليها الجمهور يشيخ عليها لا وملاعب ستيل معناها ستيل التستيل نتاعو اليغون معناها حلو تبقى ما عندوش لو طون دو جو معناها الوقت اللعب الكافي حتى تو ما عندوش بون في الترجي البلايص معناها البلايص مش سهله معناها باش تفك بلاصتك في الترجي ما نظنش انا كان سي عمار سويح يقول صعيب وكذا صحيح صعيب لكن سي عمار سويح ما نظنش كان عنده معناها ملاعب باش يقدم له الاضافه وباش يخليه على البنك لكن سي عمار سويح صح عليه ودبرها عنده سعد بقير وعنده الياس الجلاسي معناها ينجم يهبطهم الزوج تكون ينجم يهبط واحد برك يتضرب له واحد اللي قدر عنده حل اخر معناها عنده حلول فما ناس الملاعبيه هذم خالد وسيوسف وتعرفوا ليزارتيست هذم فما فرق ما عندهمش تماما هو عنده زوج معناها وهذه هي يمكن المشكله الفنيه المطروحه كابتن ثم اللي يقول لك ما نجمش اليوم اللاعب الياس الجلاسي ما دام فما سعد بقير فوق الملعب كفني توافق وجهه النظر هذه؟ بون كل مدرب له فلسفته ولو المنهج نتاعو كل مدرب اسمع شو المدربين كل كان فورماسيون راهو يلوج على حاجه اسمها مقدسه ليكيليبر كذب عليك نبداو بليكيليبر بعد اي بالزوز هذو مع بعضهم ما تنجمش تلقى ليكيليبر بون هذا سي عمار خاطر هو يعرف معناها هو يلعب في كوليبالي تو الراقد والخنيسي والمحيرسي ويلعب ساعه ساعه رجيبي وكذا وناس بون فخر الدين بن يوسف ولكن عندي سؤال يا بقير ما يلعبش بقير كان بليسي ما يلعبش المفروض كان معناها كان مع المواصفات نتاع الوليد نتاع جلاسي صحيح معناها فني عنده كذا انا ريتو مهاري وكما اخرى قلت نعود على فوسونتير تاع ياب المساكني وشبه تو الهدف اللي يسجله صعيب ياسر بالاكستر صعيب ياسر باس ويعمل لك وكذا ما احنا نحبوا اعاده الاعتبار للفنيات في خدمه المجموعه ولكن باهو عمار سويح يقول لك انا باهو خويا انا هذه طريقتي هو الوقت الحاضر الوقت الحاضر انا على ما نعرف الوقت الحاضر يقول لك عمار يفكر عمار في ليكيليبر يقول لك عندي راقد كولي بالي ذيك ما تصومش القدام بقير وبعد يبني من قدام دونك الوليد ما لقاش بلاصه انا البارح اش قلت باش يقعد على البنك خساره للجلاسي اللي هو خساره ترج يسلفوه مثلا ها يسلفوه انا مثلا كاين نجم يسلفوا الستات ويرجع للفريق الام ويلعب يربح ماتشات تبقى بارونتيز
هو ان شاء الله يولي كي يوسف، ولكن يوسف ربح الشامبيونز ليغ وكيب ناسيون وكذا. ولكن انا يمتر عمري ما كنت ضد الملعبيه اللي يفكروا في مستقبلهم، خاطر المستقبل هنا مستقبل هنا اظلم تاع ملعبيه، يخلص شهر مشهرين ويجي بعد المنفذ وكذا، يا خويا كيمشي غادي. ولكن صعب جدا راهو عندنا عندنا افكار مسبقه على الخليج، انت يعرف الخليج ان شاء الله يلقى بلاصه، ان شاء الله ان شاء الله يعيطوا له، انت ها الخليج توا سيلو نيفو، تبقى شرط منين ويمشي الخليج، خلي معناه يكون مستقبل. سي يوسف نقعد في نفس السؤال اللي طرحته على الكابتن، الياس جلاسي وسعد بقير، بالنسبه ليك كفني ما يلعبوش مع بعضهم في نفس الفريق؟ اللي قالوا خالد توا وخساره معناه ذكر راقد و كوليبالي، بيتقولوا البعض لو ريجيستر نتاع جلاسي يقرب للبقير. وهنا كما قال المدرب يلوج ديما على التوازن، وهذا اكيد هو حاجه هامه جدا. في حالات يجم يلعبوا مع بعضهم، ممكن في مقابله في سير المقابله يجم يلعبوا مع بعضهم، لكن في بدايه المقابله مثلا ديربي، مقابله صحيحه كاسحه، صعيب باش يهبطوا زوج مع بعضهم، خاطر سي ان جوار هو يلعب ورا لي زاتاكون، ويلعب ان جوار ليبر، معناها يجم يكون هو لو حتى كلمه ريجيسور تنحات نسبيا في القاموس هذية، لكن قريب البقير، الله ما يجمش يحط زوج ملاعبيه فرد ريجيست دو جو، ما فكوش الكوره ما يفكوش ولا يولي برشا، ما يفكوش حتى كي ما يفكوش متر، بالنسبه لي يولي يمشيوا على ساقين بعضهم، يلزم يختار واحد منهم. ناصر توافق الكابتن كي يقول لك ملاعبي كيما الياس جلاسي، ممكن زاد ملاعبي كيما هيثم الجويني اليوم الاسبيرونس كان تسلفهم تربح هي ويربح الملاعبي ما تواش في ثقيل. هو مهم، هو الملاعبي اللي ملعب هو راهو مع ساعات الاختيارات ما تكونش على مش الملاعبي قرر، الاطار الفني قرر يحطها، خاطر تعرف رفيق في الكلاسمون دي جوار بار بوست، فما اماكن تحط فيها اربعه وخمسه لاعبين في الاماكن هذيك، فما ملاعبيه تحط زوز ثلاثه، فما ملاعبيه في وسط لازمك تحط ثلاثه واربعه باش تقرا حسابك البليسيور الكارتون، يمكن اختيارات المدرب ان يشوفوا يتعدى الثالث ولا الرابع من الملاعبيه اللي يكون مهم انه حل من الحلول وقت اللي تصير له اصابات نتاع كوليبالي ولا تصير له اصابات نتاع الراقد. بون انا نقول هو مسيك لعب دو ماتش، لعب ماتش ليتوال ولعب مع النهضه دو ماتش تيتولير شويه، لكن زاد فما هو كان يلعب في الملعب التونسي وكان جوار كلي قاعد يتقد. انت زاد الاختيارات نتاعك، انت وقت اللي اخترت باش بتصحف الترجي شنو هي اهدافك باش تمشي للترجي؟ اهدافك بالترجي اني فما اللاعبين عندهم امكانيات فنيه ممتازه، اسكو انت قادر باش تنافسهم باش تاخذ مكان ولا؟ ولهذا وقت اللي احنا مشكلتنا ما عندناش الثقافه نتاع اللاعبين، وقت اللي باش يمشي يختار الفريق نتاعو يشوف شكون من اللاعبين موجودين في المركز نتاعو هو، اسكو هو ينجم يتعدى ولا ما ينجمش يتعدى؟ هذه حاجه لا ناصر سامحني ترجي طالبته وفما لاعبي قادر يقول لا للترجي ما نمشيش ولا للافريقي ولا للنجم ولا للصفاق سيليو. قلت لك فماهيش بيه، وقت اللي انت كانك تحط لوبجيكتيف نتاعك سبورتيف وتكون واضح وتعرف روحك وين تحب، هذه من حاجات اللي تخلي الملاعبي ينجم يعمل اختيارات ايجابيه باش يطور اداؤه الرياضي. تحكي على ملاعبيه ناصر عمرها مع 20 21 ايش بيه من المانجير وين موجودين؟ هذيك علاش احنا راهو هذيك علاش احنا المانجير اللي تاخذ فلوس كبيره والناس اللي موجوده في العائلات من الحاجات اللي هي مهمه انه الاختيارات نتاع اللاعب والتسلسل في اختياراته للفرق اللي يمشي لها حاجه مهمه برشا. لا للعلم مش هو قبل بقير بعد الياس جلاسي التحق قبل سعد بقير بالترجي. ايه جلاسي لا قبل بقير بعد سعد بقير بعد ايه بالنسبه للناصر اللي هو بقير يعرف اللي على مستوى البوست كيف في الترجي هذه توزي مفقود. فتحي في 30 ثانيه وننهي مع مشاركات انديتنا في المسابقات القاريه. مشى الياس جلاسي لاعب كبير عنده مستوى، مشى الفريق كبير، فريق كبير انتدب تقريب الفريق الاولمبي الكل، اي في وقت ما شو تحب شويه صبر زاده، شويه صبر، معناها شويه قاعد يلعب درجين ربع ساعه مقابله نصف ساعه الى اخره شويه صبر، ثم الكومبيتيشن في تونس بالنسبه للفرق اللي تلعب تشامبيونز ليغ عندك 40 مقابله في الموسم، معناها 40 مقابله تستحق له. انا نجم نقول لك الياس جلاسي بالنسبه للمدرب الترجي من اولويات الكبيره كبيره، لانه في وقت ما باش يستحق له، تبقى نهار اللي باش يستحق له لاربعه وخمسه وسته مقابلات لازم الياس جلاسي يكون في مستوى عالي. بحديثنا على الياس جلاسي وعلى الترجي الرياضي كابتن المنتخب
اي لعب في المنتخب. بحديثنا على الياس جلاسي وعلى الترجي الرياضي نكون وانهينا مع مشاركات فرقنا في المسابقات القاريه كاس الكاف ورابطه الابطال الافريقيه. بعد شويه نفتحوا ملف انتخابات جامعه تونس لكره القدم ويحضر بحضنا السيد امين موجو رئيس لجنه المسابقات. فاصل صغير وراجعين. دانات باناكوتا كريمة بنتها في رطابتها وحلاوتها في الفخيز اللي فوق منها. دانات باناكوتا محلاها وما بنها. انترنت 4G أريدو 10 مرات أسرع. اللي نعرفهم الكل تعديوا السرعة 4G أريدو. سي سوبر سبيد. أنا عملت ال 4G منا زدت 40 كيلو كتير منا. 4G كاجي الفيتاز نهبط بها انا في الافلام الصفيه هذاك يحسدني عليها ما فاتتني الفانتيت خديت الكاجي فين الغرح اللي غادي من جيبس وراس بوبا قش على الكريك في بوا سبحان الله اليوم مع كاجي اريدو الانترنت 10 مرات اسرع كاجي عجاجه في تونس الكل تعد عجاجه الاقرب بوتيك اريدو وكاجي بلس كاجي اريدو عجاجه اريدو رجعنا لكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم للتاسعة فوت باش نفتحوا ملف الانتخابات في الجامعة التونسية لكرة القدم. سعداء جدا تشريفوا بحذانا سيد أمين موجو رئيس لجنة المسابقات. أمين مال مساعد وناطق رسمي ثاني باسم الجامعة التونسية لكرة القدم. مساء النور سامين. مساء النور رفيق. مرحبا مرحبا بالحضور الكريم. مرحبا بالجمهور الرياضي اللي تبع فينا لك اليوم. برشا مهام امين رئيس لجنه المسابقات امين مال وناطق رسمي ثاني برشا مهام في الجامعه. هو المهمه الاساسيه هي رئيس لجنه المسابقات، لكن في بعض الاحيان وعند الاقتضاء نجم نعاون زملائي في لي كوميسيون الاخرين كوسوسوا بالنسبه لامانه المال او بالنسبه لمهمه الناطق الرسمي اللي هي بصفه اوليه عند الاستاذ حامد المغربي، لكن عند الاقتضاء وفي الوعى الحاجه نجم نكونوا موجودين باش نقدموا المعلومه في وقتها ان شاء الله. قبل ما نحكيوا معك على المكتب الجامعي الجديد هات نرجعوا على الانتخابات نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم. انتخابات سبقتها برشا صراعات برشا جدالات قانونيه، ولكن بفضل مساند الانديه لي مرة أخرى وديع يهزم الجميع. برشا أحداث سبقت الجلسة العامة الانتخابية نتاع الفيدراسيون، وجمعة كانت سخونة، اتهامات متبادلة، بيانات، قضايا ومحاكم. نهار الاثنين اللجنة الأولمبية تجبر الجامعة على احترام قرارات الكناس. حكام وأندية الجنوب الشرقي يتوجهوا بعريضة نهار الثلاثة لرئاسة الحكومة يستنكروا فيها قرار اللجنة الأولمبية. نهار الأربعاء الكناس والمحكمة الإدارية يقروا إبطال الجلسة العامة الانتخابية. المحاكم التونسية أعطت قراراتها وما على تو مكتب الجامعة الحالي إلا أن يذعن القانون. الخميس يوم الصمت الانتخابي الجامعة تتلقى تنبيه من المحكمة الإدارية والكناس إيقاف أشغال الجلسة. لكن ورغم كل اللي حصل في الجامعة اللي تعدات الجلسة العامة الانتخابية لجامعة كرة القدم تصير في وقتها وبحضور قياسي للأندية. De la fédération de la Fédération tunisienne de football qui se sont déroulées à ce jour. اليوم كان فما حضور قياسي. حضروا 234 على 266، يعني كانوا الناس هذه متمسكه بانتخاباتها. الملفت للانتباه في الجلسه الانتخابيه هو غياب ممثلين عن جرومباليا الرياضيه والنادي الافريقي. جمعيه كبيره برشا كما النادي الافريقي ما تنجمش تكون بعيده ولا غير ممثله في الهياكل السير كره القدم في تونس. الغياب نتاعنا هو اللي تفسر كمسؤولين نتاع جمعيات كبار انه نخليه كراسي فارغه في يوم انتخابي. الانتصار الاول هو انها صارت الجلسه العامه في ظروف طيبه جدا، يعني هاك شوف معناها برشا توقعات باش يصير او ما يصيرش، اجواء ساخنه الحمد لله. معناها اليوم رؤساء الجمعيات برهنوا على مسؤوليتهم. الجلسة العامة الانتخابية على عكس كل التوقعات دارت في ظروف عادية، جلسة ما كانت ساخنة كما كان منتظر. احنا اليوم بالنسبة لنا جايين باش الساعة الشرعية وهذه جلسة عامة سيدة نفسها ويلزمها تصير بالطريقة هذه.
عملية التصويت كان في اتجاه واحد، وكل الأندية تقريبا كانت موافقة على إعادة انتخاب وديع الجريء لفترة نيابية ثانية من 2016-2020. يعني في قيامة البروليتاريا ودفعنا عليه في 2012 وكان راجل مدينة محدودة باش نتفاعلوا باش نتعاملوا مع كل العائلة الأبيضية الموزعة في بارتكليرمون، العائلة تاع كل الخدم التونسية، باش نبنيو إن شاء الله مستقبل طيب مع بعضنا. فتحي تخوفات كبيرة قبل الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم، ولكن بعد التخوفات هذه الكل الانتخابات صارت وجرات في ظروف نجم نقولوا عليها عادية. بتبع تخوفات على الكرة التونسية، مش تخوفات على الانتخابات ولا على شكون باش يفوز وشكون باش يخسر. ماذا بينا اللي تربح كان كرة قدم التونسية، تخوفات لأنه غير عادي محصل أسبوع قبل الانتخابات، مش أسبوع معناها أيام، إذا كان مش نقولوا سويعات قبل الانتخابات، كانت الأمور الكل معناها تنبأ بحاجات مش حلوة للكرة التونسية، تهديدات سواء داخلية سواء خارجية بمعاقبة الجامعة التونسية لكرة القدم وكرة القدم التونسية. كل شيء انتهى معناها، ودارت الانتخابات وحضرت الجمعيات اللي نجم نقوله للأمانة معناها ملاحظة أولى إيجابية، وأنه السيد وديع الجريء والقائمة بتاع السيد وديع الجريء مش من شخص نوش، لأنه فمعاه 11 واحد أخرين، القائمة متاعه تحصلت على أغلبية الأندية، وبطبيعة الحال السيد وديع الجريء عنده الغطاء متاع الهياكل الدولية، عنده الكاف وعنده الفيفا وعنده الجمعية وعنده الأندية. شنو اللي ضد السيد وديع الجريء؟ اللي ضد السيد وديع الجريء هي الأحكام والقرارات الصادرة على الهياكل سواء القضائية سواء الرياضية، هذا هو الإشكال. دونك وكنت نفضل لهنا ملاحظة وحيدة، لأنه أنا نعتبر أنه جدل عقيم اليوم برشا كلام اليوم جدل عقيم، كنت نفضل وأنه ماذا يكون الرد، وأنه بالنسبة للمحكمة الرياضية الكناس يقول السيد وديع الجريء أنه من 6 نوفمبر ما عادش عندنا كناس، احنا الجلسة ما عادش عندي كناس. دونك صادر، وأنا قلت ديجا في الحصة الأخرى يقول لك صادر ضدي قرار على هيكل أنا ما عادش معترف به وما عادش معترف به. اثنين، المحكمة الإدارية ما يقولش أنه ما وصلني حتى شيء وما جاني حتى شيء، على خاطر نعرفوا أنه نهار الخميس 17 المحكمة الإدارية بعثت باربورتور وبعثوا عادل منى. كنت مفضل وأنه السيد وديع الجريء وقت اللي يخرج يقول بالنسبة للقوانين واللوائح متاع الكورة اللي تنظم الكورة في العالم لا دخل للقضاء العدلي والقضاء الدولي، أنا قضاء الدولة في النزاعات الرياضية، هذا هو مش ما جاني شيء، معناها لو كان يجيه اليوم معناها ربما يكون موقف آخر، كنت مفضل يكون هذا. على كل اليوم فما ناس غاضبة، فما ناس تقول هيبة الدولة تمسد، ما هو مين يجيبك عزيز نقاط هذوما كذا، نقول اليوم حسم الأمر هيكل جديد لمدة 4 سنوات، النوادي هي اللي تصوت صوتت لقاء انت وديع الجريء، ننتظروا الامين يجيبوا عزيز نقاط، وبعد نحب نحكي اكثر على مشاريع ومشروع المكتب الجامعي ان شاء الله اللي هو اهم لانه اليوم ثابت وحاصل وديع الجريء والقائمه نتاعو. النقطه الاولى ان نمشي مع الاستاذنا ونقولوا كيف انه الكناس ما عادش مختصه في فضل نزاعات كره قدم، مش هذا اول نزاع بات فيه ولم يطبق، ثم نزاعات اخرى خذت فيهم قرارات هلاك لم تطبق سواء في كلوب مباراه نادي الافريقي او في مباريات اخرى ما نرجعولوش، هذا موضوع مخلق. نقطة بالنسبه للقرار المحكمه الاداريه ناكد لك انه في نهار 16 ما كنتش نجم بما اني كنت عضو متقدم للانتخابات، ما كنتش عضو في مكتب جامعي، والعمليه الانتخابيه مدعوه اليها من طرف المكتب الجامعي واللجنه المستقله للانتخابات، لكن الى حد تاريخ اليوم لم يكن هناك اي اعلام قانوني بخصوص قرارات المحكمه سواء المحكمه الاداريه والكناس، رغم انه ليس هناك اعتراف بقراراتها. نحب ناكد لك استاذ انه قانونيا الى حد هذا التاريخ ما وصلش اعلام قانوني يمكن ان يعتد به كاعلام للجامعه التونسيه لكره القدم. احنا من مصدر لا انا ما نجمش نهار 17 مارس من المحكمه الاداريه ذاتها بعثت الى الجامعه التونسيه لكره القدم من المصدر الجامعه التونسيه الا اعلام بهذا، تبقى ما قبلتوش الجامعه في البرد اوردر. موضوع ثاني، ما انا نحكي لك من المحكمه الاداريه ونغلق هذا القوس.
أمين، أنت قبل ما تصير اليوم مسؤول بالجامعة، أنت كنت مسؤول بالنجم الرياضي الساحلي، وكنتوا عندكم كما كل الجمعيات في تونس تحفظات انتقادات لاذعة للشيء اللي قاعدة تقدم فيه الجامعة التونسية لكرة القدم. اليوم كي صرت مسؤول بالجامعة، حسب رأيك أهم الملفات اللي يلزم تفتحها الجامعة التونسية لكرة القدم عاجلا؟ أهم ملف هو معناتها أكثر من الاستعجال 100%، عنا التزامات المنتخب الوطني إن شاء الله، اللي عنا زوز مباريات مهمة جدا على درب الترشح للكأس إفريقيا القادمة إن شاء الله، مش نوفر جميع الظروف للمنتخب باش يكون هذه زوز مباريات ياخذ فيهم أكثر ما يمكن من النقاط باش يسهل عملية الترشح إن شاء الله. هذا موضوع مهم جدا. كيف فما موضوع التحكيم اللي لازم نعالجوا المشاكل التي ظهرت فيه، وإن شاء الله بقدرة ربي نخطو باش تكون الاخطاء اقل ما يمكن، خاطر مش نجموا يتنحاو كومبليتمون، ولكن اقل ما يمكن ولا تؤثر مباشره على نتيجه المباريات. شو مشروعكم باش تعالجوا الاخطاء اللي ظهرت في التحكيم؟ احنا بقدره ربي كما اليوم تعهدنا، احنا كان عندنا حتى اليوم 18 كان عندنا برنامج انتخابي، اليوم اصبح برنامج عمل، والتزمنا مع بعضنا كاعضاء مكتب جامعي انه قبل ما يحاسبونا الجمعيات وقبل ما يحاسبونا الاعلام، احنا باش نحاسبوا روحنا دوريا على الانجازات وعلى ما قمنا به وما حسناه في المده النيابيه نتاعنا. بالنسبه للبرنامج العمل نتاعنا بالنسبه للتحكيم، اهم حاجه نشوف انه باش نواصلوا ساعه على اعطاء الفرصه للحكام الشبان. علاش؟ على خاطر الحكم الشاب باش ينجم يظفر في المقابلات الدوليه يلزم يكون خذا وقت دوروداش باهي في البطوله التونسيه، مش يوصل يظفر المباريات الكبيره الاج دو 35 ans ولا 33 ans، لا يلزم نكملوا في التمشي هذايا. كيف مع او نيفو نتاع الرسكله ونتاع التكوين نتاع الجمعيات، كان قبل الرسكله نتاع الحكام عفوا كان يصير او نيفو ريجيونال، شفنا انه هذا امر مش ممكن ما ينجمش يتواصل، يلزم يكون رسكله على حسب المستويات بالنسبه للحكام، انه التكوينهم ورسكتهم ما عادش يمشي او نيفو ريجيونال لكن او نيفو نتاع المستوى نتاعهم. قلنا نعملوا ثلاثه مستويات باش انه يكون كل شيء موجه حسب القيمه الوقتيه للحكم، وبشويه بشويه يدرج الى ان يصل الى اعلى المراتب، وان شاء الله معناتها بقدره ربي مع شويه معناتها التعيينات تكون في محلها نقضيوا على اكثر عدد ممكن من الاخطاء ان شاء الله. وانت تعرف اكثر مني يا امين، الكلام كبير على ملفات الفساد في علاقه ديما بموضوع التحكيم. عاقدين العزم اليوم تفتحوا الملفات هذيا؟ لانه ديما الكلام نسمعوه ومره حتى تحرك. الجامعه التونسيه ماهيش هيكل تقصي، ما هي مش تبحث، اذا كان جات ملفات قدامها وفما امور معناتها واضحه وجديه معناتها معناتها بالنسبه للمكاتب الجمعيه السابقه جات قدامها ملفات وتمت قامت باحالتها الى القضاء والقضاء قال كلمته فيهم. هذاك علاش احنا اذا كان جات ملفات تستوجب التدخل فان التدخل سوف يكون حاسم ورادع ان شاء الله. الى جانب التحكيم شنو الملفات الاخرى؟ كيف فما بالنسبه للتشريع الرياضي، بالنسبه للبنيه الاساسيه والتحتيه اللي هي معناتها يكون عوامل مزدوج ما بين سلطه الاشراف والجامعه التونسيه لكره القدم، باش نحاولوا نسهلوا خاطر هما مجموعه من الـ من الـ من الملاعب المعشبه عشب اصطناعي قاعدين في برشا ولايات، فما شويه تعطيلات لكن الـ 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 الاموال المرصوده لها، نحاولوا نسهلوا مع سلطه الاشراف باش تتم انجازها في اقرب الاوقات. كيف فما بالنسبه للاداره الفنيه والمنتخبات الوطنيه، كيف عندنا برنامج ان شاء الله ننجحوا باش نقوم به، مثلا باش ما نطولش عليكم مثلا. اي مهم الاداره الفنيه، ولا اهم من نشوفوا مثلا على غرار فما الليسونس يوفا برو ان شاء الله باش نعملوا مع التنسيق مع الاتحاد الافريقي والفيفا باش نعملوا الليسونس كاف برو، ان هي باش تخول معناتها عندهم نفس القيمه، تخول هي للمدرب التونسي انه يكون بالكش يدرب في 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 في, في معناتها اون اوروب مثلا، لكن مش نقولوا ليه مش باش يوصل المدرب التونسي باش يدرب في البطوله الاوروبيه، لكن الخبره هذه حتى كان باش يستعملها في على المستوى المحلي، فهذا باش يرجع بالنفع ان شاء الله على الفرقة التونسية إن شاء الله. اي على مستوى الإدارة الفنية ماشيين في خطة مدير فني جديد إن شاء الله على رأس الجامعة. هذايا الموضوع مازال ماهوش مطروح إلى حد الآن، عندنا سي بقدرة ربي سي كمال باش يكمل العمل نتاعو، احنا نخمو في إنشاء خطة جديدة هي خطة المدير الرياضي للمنتخبات، إن شاء الله نشوفوا لاعب معناتها دولي سابق يكون معناتها في جميع لي كاركتيرستيك باش يكون يقوم بالدور هذايا ويكون هو كمدير رياضي للمنتخبات مش مدير فني. فما اسامي من الدوله؟ خلينا نشوف فما اسامي يا ناس امين سامحني؟ مازلنا احنا توا احنا مازلنا اليوم عندنا اول اجتماع ان شاء الله بقدره ربي نشوفوا لي سي في الموجودين باش نقاول لا بيرسون ادوان اللي باش تكون هي تتكفل بالمهمه هذه. ناصر البوتي. طيب
اهم حاجه اللي هي لازم يحطوها فما مشاكل كبيره في النوادي خاصه داخل الجمهوريه. انا حسب اعتقادي فما اموال تتعطى للفرق هذوما وهما مو مش في حاجه للاموال هذيا خاطر مش كافيه لحد شيء. حسب اعتقادي ان المكتب الجامعي ينجم يتفق مع اي شركه معناتها تعطي الكور تعطي الصبابه تعطي ليزيكيبمون اللي باش ينجم الملاعب يتطور بهم يتحسن بهم على الانفراستركتور مع لي تيران وتعطيهم الامكانيه. خاطر مش معقول انه تلقى زوز كور في جمعيه 20 ملاعب يمسكوره بعد درجين داكور، معناتها نعطيهم الامكانيات الماديه والرياضيه باش الجمعيات هذوما تنجم تتطور. حتى المدربين اللي يرانيو في الجمعيات الصغرى والجمعيات اللي موجودين في الولايات وفي المعتمديات الصغرى، المدربين يلزم تكون الجامعة التونسية لكرة القدم ولا الإدارة الفنية تعطي فيهم رايهم، على خاطر ينجموا نلقاو فيهم على 20 ملاعب ينجموا يخرجوا ملاعبي، ينجموا يخرجوا زوز، علاش ما يكونش إنه نجيبوا أي إنسان ولا إنسان يمكن ما تكونش عنده الكفاءة الكافية باش ينجم يطور ويحسن الناس هذوما؟ علاش الناس هذوما يقعدوا مغمورين؟ الناس هذوما علاش ما نعطيهمش الناس تكون الكفاءة نتاعهم ممتازة باش ينجم يحسنونهم؟ ينجم يكون ملاعب عنده إمكانية ممتازة لكن ما يتحطش في ما بين الكفاءة الكافية وما تعطيهش الكرة اللازمة باش الكونتاكت مع الكرة اللازم وتكون أرخص. معناتها كان اليوم يعملوا أبيل دوفر ويجيبوا عدد من الكور هامة خاطر شنو هو؟ باش يشتري بهم كور الجامعة تولي كما موجود في برشا بطولات أنه البطولة تتلعب بكل الكرات معناتها اللي تعطيها من الجامعة باش تكون نفس الجمعيات بنفس الكرات بنفس الصبابط بنفس الواحد بيان سور حسب الدرجات خاصة هذوما الإمكانيات اللي يخليو الملاعبي باش ينجم يتحسن ويتطور. كابتن رفيق مقبيلة تقيد يظهر لي برشا معناها قال لامارتين او تون سيسبون تون فول كأني في 20 سنة ورا نفس الشيء نفس الكلام. شمروخ مبلول ستان بيتر مويه بالنسبه لي بكل احترامي للناس الكل وانا قد قلت كلمتي في الانتخابات ستكون معناها تمثيليه هزليه لان السي وديع الجري رابح على طول دخلوا له سي 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 جلال هذا رايي باش نقوله كمواطن فهمتني دخلوا سي جلال باش يعني شوي شرعي الاكثر قالوا فرحه وكذا ما نعرفش هي فرحه راهو خاطر سي جلال عمل بيها اليوم وديع الجري رئيس خلينا نحكي على البرنامج مبروك على الناس الكل مبروك هذا رايي رايي كابتن واحنا ديمقراطية احترام الاقلية وانا من الاقلية ايوه هو ينجم يعاقب على رأيك لا وانا من الاقلية لا اوكي ينجم يعاقب ثانيا انا قلت لك او تون سيسبون تون فو اي سيدي نرجعوا لكل الانتخابات تطلق التحكيم والعنف والتمويل وكذا جيت تقول له شو معناتها مدير رياضي من الجدوى من باش انت تحط مدير رياضي على المنتخب هي ترضية الواحد القالوا بوست مش هكا يا با دي ريفورم شنو هنا هي ترضيات لامور ونعمل نعرف شنو هو شنو الاخر معناها بكل احترامي والتحكيم شو مو التحكيم شو باش تعمل له؟ هنا الاربيتراج كوم ميريت البيئه التحتيه مش كما مش فيدراسيون سي وزاره الدوله والدنيا فما امور فيدراسيون داخله فيها ماهيش من مشمولاتها فهمتي كم لي ريسورس دو فينونسمون في العالم لا ليغ هي لكل شيء في دراسه سي اوتر شوز هنا ثم تضارب وتداخل وكذا انا كنت نتمنى اللي يصيروا دي ريفورم يزينا من الكلام تحل فيسبوك فما وليدات عملوا حمله مش وينو البترول انا مش نعمل حمله وينو الضمير اما حملوا قال فدينا من الكلمات هذيا من الخشبيه ومن النفاق اكبر تجاره مربحه في وقتنا هذا هي النفاق تو في تونس فهمتني وانا مثلت الانتخابات سي تنبل ماسكي ما عليناش وامر لكن حاجه اخرى انا عندي تحدي هما عندهم راهو في الفيدراسيون عاملين قوانين كيما كالدستور عمرهم ما يحترموه عاملين قوانين تقول انت راك تينا اوروبا هنا يا خويا هذيك الديريكسيون نعرف شنو تاع شنو فينونسمون اللي ما عندهاش كذا ينحيوهم ديفيزيون يهبطوها ويدخلوها كما صاير في اوروبا اليوفي نعرف شنو الاخرى مارسي ما عندهاش الميزانيه تاع ديفيزيون سيونال تيح ديفيزيون 2 ولا وي كذا هاي سيدي طبقوا قوانينكم تحدي كان طبقوها مش طبقوها خاطر النوادي الكبرى تحكم فيهم دو انا عندي تحدي كبير انا كنت نتمنى اول ريفورم تعملها الجامعة التونسية كرة قدم وتقدم الريفورم هذه للمجلس الشعب هي لو بلافونمون دي سالير مش معقول في تونس الملاعب ياخذ 150 مليون تقنين الاجور بالنسبة للملاعبين معناها في اسبانيا في ايطاليا في اوروبا الناس الكل كذا ثانيا
ثانيا ثانيا احنا رابعا تو ثانيا ثاني تم رابعا انت ودي حبلها من هنا الغدوه. طيب ما مين اسمع يا خويا انا تحدي اخر اعملوا لي قوانين نحب قانون بي حلو ياسر هاك المانكورونت وكلها ماجيه وبيت السخون هذيك ما عندكش فكره انت فيستير ما عندكش فكره ها ماجيه كبيره فهمتني اعملوا لي قانون اللي تمنعوا الرؤساء باش يقعدوا على البنك ترى اعملوا وطبقوه وطبقوا واعملوا قانون قولوا غدوه المانكورونت نشوفوا فيها دي وحدين نوقفوا البارتي معناها شو بكل احترامي ليك وكل ان شاء الله ربي يوجهك خير وان شاء الله ربي ينجحكم الكل وربي ينجح المنتخب اما اخر كلمه يا كابتن ريت لك الفريق عملت كومونديراج عملت هدف وهم كبير مش وهم هو الحق هدف وحلم على نتيجه المباراه معناها كيفاش انا نحط الدنيا كل اربع سنين على تاهل المنتخب كوم اون لو سي تو لو موند كو اون فوتبول لي فيريتي شانج باهي خلي مين يجاوب خويا العزيز ما تعمليش انت مشروع على المنتخب لان المنتخب ليس كره قدم وان المنتخب الجامعه ليس لهم عندها حتى يد المنتخب هما ملاعبيه جايين من الجمعيات وسيرتو المنتخب وصلت الفكره كابتن خلي مين يجاوب الملاعبيه جايين كلهم من برا اشنو توا احنا مش نعملوا المنتخب هذايا سي فوتر ديفوار باش تعملوا المنتخب وتعملوا الطياره امين احنا نخليه شويه تفاؤل خاطر كيما قال الكابتن اللي الكلام هذايا سمعوا برشا مرات كيما الكلام اللي قال الكابتن سمعته برشا مرات وهو كيف كيف ينصب في نفس الاتجاه نحب نقول مثلا بالنسبه للنقطه الاخيره انه على غالب الفيترين نتاع الفوتبول التونسي هو المنتخب الوطني اذا كان جاي المنتخب الوطني كونتر الكاميرون ترشح الكأس العالم راه اون تيندغي با لو ميم ديسكور وما كانش هذا التشاؤم في الديسكور معاك. شوف انت العربده في الملاعب والعنف والدنيا والسخط والكل القوانين موجوده يا كابتن بالنسبه ليكم القوانين موجوده بالنسبه ليكم المنتخب موجوده بالنسبه ليكم القوانين موجوده المنتخب بالنسبه لي انا الكره التونسيه الكره التونسيه ليست المنتخب وليس مدير رياضي المنتخب لا بيتخين لا لا امور تبع بعضها راهو كابتن انت تمشي الكابتن العام لكأس العالم فما عايدات ماليه اللي باش تعاونك انت باش تعاون جمعياتك حتى البنيه التحتيه اللي هي ما عنده وزاره تنجم انت تعاون من جهتك كيف لكن احنا يلزمنا نكونوا واقعيين نتعاملوا مع الواقع نتاعنا ونحاولوا نصلحوا باللي نجموا كما يقول الفو ادخل شونجمون كون في فوار دون لو موند باش نقعدوا فوق الربوه ونقولوا هذاك غلط هذاك ما عملش لا عمري ما كنت فوق الربوه لا لا مش نحكي عليك انت يا انا ولد الميدان لا 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 نحكي اون جينيرال يلزمنا احنا توا اذا كان نجموا نكونوا احنا ايجابيين توا فما انا بزوان دون يونيون ساكري يلزم الناس الكل نحطوا يدينا في دين بعضنا باش قدرة ربي اون شانج معناتها الوضعيه الحاليه نتاعنا نظرا لو كنتوا ما جابدين يديكم الناس كيفاش كنتوا ما جابدين يديكم خليك احصاء شكون الاقصاء والالغاء اللي صاير بعد تفضل لا هذا موضوع خلي اسبوعين خلي سامي يجاوب وبعث لي خوراسي اسبوعين التالي حكينا فيه هذه حكايه الاقصاء مش نعاودوا نرجعوا كان موجود الاستاذ نبيل الدبوسي وحكينا في الحكايه في الموضوع هذايا والاسباب نتاع التنقيح معناتها ما نرجعوش للموضوع هذاك كيما قلت لك احنا كلنا نوايا حسنه ان شاء الله اللي قالوا الكابتن صحيح يلزم المانكورونت ما يكونش فيها اي عبد داخل يلزم الرؤساء الجمعيات نحاولوا هما حتى تو كنا نشوفوا ومش برشا رؤساء جمعيات يقعدوا على 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 والله البنك والله فما رؤساء سكن مربيط هاي يقول له اعطي هذا ما ياخذش ورقه حمراء ياخذ ورقه حمراء لا لا ما يقعدوش ما يقعدوا ما غادي يقعد ما غادي شوف التلفزيون يقعد لكن انا نحب نقول بكلمه واحده سي امين انه اليوم انتم من المطالبين باش تعطيوا مؤشرات ايجابيه للناس ان شاء الله باسكو الناس باش تعطي فيكم الثقه ولا اعطت فيكم الثقه انتم اليوم مطالبين باش تعطيوا مؤشرات ايجابيه للناس هذا الشيء موجود اليوم بحذانا دونك انا نحب نسمع اليوم امين موجو باش يقول لي شنو هو المشروع اللي جاي به كيفاش يحب يصلح نتاع الكره في تونس شنو باش يعمل مع الخلافات اليوم اللي عنده مع الانديه مع الوزاره مع الكنوت مع الكناس فانا الظروف باش تخدموا باش الناس اللي تامن بالمشروع اللي باش تحكي لنا عليه انت تنجم تحط يدها في يدك بالنسبه للانديه الايدي مفتوحه للجميع اللي صوت لنا اللي ما صوتش ضدنا اللي ما حضرش الجلسه العامه بالعكس هي الجامعه التونسيه هي الدار اللي تلم جميع الانديه ومنخرطين فيها عملتوا بادره انتم كلمتوا مثلا رئيس جرومبيلي ورئيس الافريقي باش خذوا له حتى بالخصامات اللي صارت رانا فاتحين يدينا لكم اليوم لو ميساج قالوا رئيس الجامعه الدكتور وديع الجري في جميع تدخلاته ونعاودوه اليوم انه الابواب مفتوحه للجميع لجميع الجمعيات وهذا امر لا ما لا شك فيه وما فما ماهيش مزيه لكن هذا كيف يجب ان تكون الامور معناتها موضوع واضح ما في حتى اشكاليه كيف كما قلت لك احنا يلزم نحاولوا نطبقوا البرنامج اللي عمل هذايا وان شاء الله ناكد اذا كان
طبقناه وصلنا باش نوصلوا الى نتيجه طيبه ان شاء الله اللي هي تفرح كره القدم التونسيه. سي يوسف وانت تعرف الجامعه من الداخل، علاش قعدنا لسنوات ولعقود نستناو في الكره نتاعنا التونسيه باش تتحسن باش نحقوا الاهداف اللي ديما نحلموا بها ورغم ذلك لليوم ما جاتش الاهداف، علاش؟ مش في تجي الاهداف مع الاحترامات بارك الله امين، مش في تجي خاطر البرنامج اللي تحط ما عنده حتى مستقبل. يعني لان اللي نشوفوا فيه تو هذايا عشناه وسمعناه لكن التطبيق فماش تطبيق. شو اللي يمنع التطبيق به؟ لانه هو التشخيص اللي تعمل ماهوش في التوجه نتاع تطور كره القدم. بارك الله فيك. انا عشت في الفيدراسيون من عام 2002. مثال بسيط يفسر الناس اللي تتفرج معنا. مثال بسيط حاليا شو يقول؟ يقول لا 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 يوف برو. يوف برو باش يمشي لاوروبا. سمحت. كاف. ما رانوش في تونس. باش شو يقول؟ مدير رياضي منتخب. شنو هي الجدوى منها مدير رياضي منتخب؟ ما الجدوى؟ لأن الفكرة سابقا اللي تقالت وكنت أنا موجود فيها كمدير فني للمنتخبات اللي هي أصح. مدير فني اللي هي تخلق الدوتات وكليت بها العصا حتى لين شبعت انا وسي وديع الجري. حتى كي اتصل بيا قلت له راهو المدير اللي فكرت فيه راهو لازم يكون هو كديبارتمون، معناها هو لاهي بالامور الفنيه البحته نتاع المنتخبات وايجابيه وتفكيره صحيح جدا وعطات الجدوى نتاعها، لان المدير الفني غير قادر باش يتدخل في الامور الفنيه للمنتخبات، يلزم يكون فني ميداني. المدير الرياضي للمنتخبات ايش هي الجدوى منها؟ ولا ماني عارف. ما عندها حتى علاقه. سي ديليغي ولا مدير رياضي؟ ما عندها حتى علاقه، ما تضيف لنا حتى شيء. وهل برو هنا نغزر انا على لي زونترونور. شو تنقل لي زونترونور؟ لا 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 لي زونترونور من الى 2011 لي زونترونور ل 325 ولينا 1013. شو انترونير في تونس؟ اي عدد المدربين. دبلومي. جوستومون هذا سي امين. بالنسبه لي متعرفوني انا انسان نحب المدرب التونسي وندافع عن المدرب التونسي ومازلت ندافع عن المدرب التونسي. نحط الكم هذايا لكن الكيف وينه؟ اعطيني الكيف. ثم مشكلة كيف اليوم على المدرب التونسي؟ بالطبع. خذوا عديوا الدبلوم نتاعهم ونجحوا. سي امين سامحني انا لا لا ما نحبش نفسر لك. ياخذ ديبلوم لكن المهم شنو تلقى وشنو الرسكله وشنو لو كونتوني اللي باش يخرج به فوق الميدان. هذه نقطه. وكي نقولوا الريفورم دي فوتبول تونيزيان الالماني وما ادراك من الالماني. الالماني وما ادراك من الالماني عملت ريفورم وتونس حاليا ولا عملنا ريفورم. ناصر يتكلم على كل لاعب يكون عنده كوره والماتر وما الكابتن خالد قلنا نحب نشوفهم لاعبيه كلي فنانه اعاده الاعتبار للفنيين. اعطينا احنا شنو معناه كمكتب جامعي صحيح. في نطاق اداره فنيه اعطيني العشرة سنوات الاخيره شنو اعطيتني انت شنو انا يلزمني نحط للفرق منهج عمل اللي انا نطلبه. كي كنت انت في الجامعه سي يوسف منعوك باش تطبق البرنامج نتاعك فكرتك مثلا؟ الفكر هذا سي امين يرجع لسي وديع الجري وفما نقط تحطت شنو المطلوب اللي يلزم بتطور كره القدم. اقترحتهم انت؟ طبعا بحكم تواجدني انا انسان ميداني. تعديت في الاداره الفنيه من 2002 من 2002 حتى سابقا عام 84 كنت في المنتخب 94 كنت في المنتخب معناها تعديت العشريات معناها من الثمانينيات التسعينيات 2000 و2010 انا موجود في كره القدم. هذا اللي نشوفه فيه ما عنده حتى علاقه بتطور كره القدم. نرجع لسؤالك انت خاطر ما جاوبناش سي يوسف علاش ما تمش تطبيق البرامج هذه معناتها فما كان اشكاليه في مستوى التطبيق ولا معناتها اذا كان فما اشكاليه فما اشكاليه والتشخيص خاصه مع كل احترامات الاداره الفنيه هذا دبلومات 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 دبلومات. عندي قداش من دبلوم تو؟ اي خاطر عندك انديه احنا كي نشوفوا قداش حاشنا الانديه ايه؟ التونسيه المنخرطه طيب. وقداش عندها من قسم ايه؟ وقداش حاشتي من مدرب احنا تو ولينا نغطيو ب
بريسك 80-85% من الحاجه نتاع باش نعطيو لكل جمعيه امكانيه انها تتعاقد مع مدرب كفء وعنده لي ديبلوم نتاعو، مش جمعيه باش تجيب الاداني والاصاغر نتاعها، شخص ما عنده حتى تكوين، ما عنده حتى علاقه مع كره قدم، غير انه كان لاعب سابق معناتها ما لم يقوم معناتها بالتكوين نتاع مدرب، او حتى ساعات بعض الاحيان ما يكونش حتى عنده حتى علاقه بكره القدم. لكن المسؤوليه نتاع المكتب الجامعي في الاداره الفنيه هو تطور كره القدم التونسيه. ان شاء الله. تطور كرة القدم قلت لك انا اعطيتك مثال نتاع المانيا، اعطيتك مثال نتاع اسبانيا، اعطيتك مثال نتاع فرنسا، الكلهم عملوا ريفورم الا احنا ما نعملوش ريفورم. انا ما فهمتش يوسف، ما فهمتش اجابتك انت، معناها كي كنت مدير فني النقاط والبرنامج اللي حطيته منعوك من انك تنفذوا، امبوزيو عليك افكار اخرى. انا ما نجمش ننفذوا لان اعطيت افكار انا لم تطبق. الافكار هذه اللي يعيشها كل اي مدرب ياخذ فريق اول ويلقى ليزانسيفيزونس دان جوار يطلع فيه، ليزانسيفيزونس موجوده، معناه احنا يلزمنا نرجعوا للقاعده، نرجعوا او نيفو بري فورماسيون، مي او نيفو بري فورماسيون مش قاعدين نعملوا في حتى شيء. اون 2002 انا لانسي لو سنتر دو فورم دو بورشدري، انا اون 2012 رجعت وقلت سي ودي الجيري راهو اللي نعملوا فيه غلط في غلط، نعملوا في غلطات، احنا ما خذينا حتى شيء من العبره من الغلطات اللي عملناها. وحاجه البرنامج اللي تحط نفس الكلام اللي تحط سابقا، وفي التنفيذ ماهوش باش يتنفذ. خلينا شويه نتفائلوا عدم لا 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 نقول لك علاش، حتى نقول وقت اللي كيفاش يتنفذ، وقت اللي تقعد تحلي مدير رياضي انت من انتخابات وين باش يتنفذ؟ اون با توشي الحاجه اللي عشنا بها. نرجع لك كابتن امين. لا باهي، بالنسبه لبورش الصدريه ما عرفش مالجري معناتها انت معناتها وميتخيزي الموضوع هذا اكثر مني، نشوفوا احنا ترشح المنتخبات الشبان الكؤوس الافريقيه قبل البورش الصدريه وبعد البورش الصدريه معناتها معناتها كنا ما نترشحوش، وين تو ترشحنا مرتين للكوب دي موند، معناتها وصلنا باش نظهيو مع بلجيكا مع روسيا مع فرنسا لعبنا، لكن المشكله هي بعد بورش الصدريه اللي وقت اللي لاعب يوصل عمره 17 ما بين 17 و 20، وقت اللي النادي نتاعو يشوف عنده ان جوغ البوتنسيال نتاعو مش مصحح يصحح له كونترا خايف خاطر باش ما يتهرش به جمعيه اجنبيه وياخذ لعبه عنده، وقتها تصير لو بروبليم يصير ما بين 17 و 20. لا سامحني تسمح. سي امين لا سامحني، التشخيص لا، الشغل اللي موجود في الـ في الـ في السونتر دو فورماسيون دو بورس دوري غير صحيح وغير كافي، لان سامحني مش عطاه ما عطاه حتى شيء، اللي جاء سي تان تالون، هو جاء انت ما تحذر في شيء، انت استعملته للعمر نتاعو بعد عمر هكاك ويقف، انت المطلوب باش احنا نتعداو 17 19 20 سنه تطور الموهبه هذيك وتحافظ عليها، لازم تخدمها الاج دو بري فورماسيون 12 ans، هذه احنا مش قايمين بها. وقلت لسي وديع، قلت لسي وديع ناخذ اللاعب، ناخذ اللاعب 12 ans يعمل عام بري فورماسيون وعام فورماسيون، يعمل عام 6 اشهر شنو باش يخدم فيهم، والعام الثاني الفريق يحضر باش يعمل كاليفيكاسيون. يمكن ما يكونش ملم برشا بموضوع برج الصدريه. لا 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 انا باش نرجع لك كابتن، انا باش نرجع لك، انا باش نرجع لك كابتن، ميساج خل باش نجاوب على مع بعض. شو تو بدا المانيا، سامحوني سامحني ماترا باسكو سي تري امبورتون. في 30 ثانيه خاطر باش ندوروا الكلمه، باش ندوروا المانيا، باش ندوروا الكلمه عندنا فيه زاد. المانيا عملوا ريفورم، علاش عملوا؟ نو 2000 جاوا الاخرانيين في الجروب قالوا في اليورو اوكي، قالوا شو الحكايه؟ عملوا 36 كلوب 18 منها 18 منها عملوهم، باش عملوا 5 سوبر ريجيون، باش عملوا؟ قالوا يا خويا احنا ما عندناش سونتر دو فورماسيون في لي كلوب، عملوا 700 مليون دورو ما عندناش، هذاك امور اخرى. جاوا لي كلوب وفرضوا عليهم لي سونتر دو فورماسيون، قال لك يلزمنا احنا يلزمنا نعملوا تو لا ديتكسيون باش نو جون بور معناها باش يربحوا غدوه، معلش هما ربحوا بعداش في البريزيت نقول لك كيفاش، فهمت؟ شكون يعمل الريفورم؟ مو سي وديع. ماهيش هالامور هذيا. هذيا شو الريفورم بداها كليسمان ولوفا. لوفا سي ان اونترونور. سي ان اونترونور دوزيام ديفيزيون. سي لوي لو سيرفو تاع الريفورم في المانيا. اي لو سيرفو تاع الكل هذا الكل سي ان سويس. الي دو ارشيتيك دو فورماسيون. اسمه هيرن شو تايلر ولا حاجه كيما كاين. هو اللي عمل اش قالوا؟ باش معناها ما ناخذش وقت خاطر يلزمها سوايع. اي ماهوش حكايه هذه 1000 و2000 و3000 كاينك الخلاصه نتاع الحكايه يا كابتن. كاينك تسمع في شعبه تقبل 2000 و3000 و4000. اي سيدي اش عملوا؟ قالوا يا خويا بعثوا للمان وما ادراك. بعثوا الديريكسيون تكنيك في العالم اجمع. قالوا احنا جينا الاخرانيين اون لون 2000 في اليورو. اي بورتون وصلوا الفينال 2002 قالوا ما يهمناش في الفينال، احنا عندنا مرحليه، احنا عندنا
8 سنين عملوا الحكايه. شو خويا ماتر بعثوا ناس للعالم اجمع وداروا في الاخر خذوا الزبده. الزبده منين؟ خذوها من هولندا ومن فرنسا. جاوا قالوا فرنسا لو جو دو 15 ans ils s'entraînent 8 fois par semaine et nous on s'entraîne 4 fois par semaine c'est très important. شحال كابتن معناش وقت احنا نتكلموا على نتكلموا معاك فتحي يتكلم معاك الناصري يتكلم معاك الريف باش يجاوب وقت نتكلم على الريفورم مش 1000 انترونور و3000 نعرف شو 5000 ميوزيسيان و7000 الريفورم اعطيني اعطيني تطور كره تونسيه كيفاش باش نخرج كيفاش باش تطور كره تونسيه اليوم كيفاش تخرج من الرداء حتى فما كيفاش معناتها ما نجمش نقف نحكيو على الرداء احنا نشوفوا المنتخبات الفرق لا ما فماش نشوف نشوف الفرق التونسيه في المسابقات الافريقيه منين جايين جايين من الرداء هما كل عام موجودين في الفينال الافريكان مش شكون جاي من الرداء خاطيكم انتوما الفرق التونسيه انتوما انتوما الجامعه خاطيكم اش معناتها نرجعوا المنتخب بس تحاسبوا على منتخبك هاو ليتوال نتاع ليتوال والترجي نتاع الترجي والافريقي نتاع الافريقي ما عندكمش فيها دخل والكلهم نتاع المنتخب ما عندكمش فيها دخل لا لا وين المنتخب 80% جبتوه من برا يا كابتن حشتي يا ما باش من الاول قلت لا ما تحكيليش على المنتخب وبعد في الاخر رجعت للمنتخب لا 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 سامحني خليه يجاوبك بعد قال فماش رداءه خليه يجاوبك رايه انت تشوف ان هذيك رداءه هو يقول لك ما يشوفش وخلي الجمهور يحكم يا امين خلي انت اعطيت رايك شو انت قلت فما رداء ما عادش عندنا وقت ما عادش من الناس اللي معيز ولا مطر هو يقول لك ما فماش رداء وفما جمهور يتفرج فينا ويحكم فما بطوله فما بطوله تونسيه اللي هي مصنفه الاولى افريقيا وعربيا هذا ظهر لي اللي عملوه مع شركات احصائيات ماهوش بونوبوزيو ولا خاطر احنا عطيناهم فلوس هذايا امور واضحه وعلميه البطوله التونسيه قاعده تتسوق بور دي مونتون يمشيو ويتكاثروا اذا كان فما سلبي نقولوا فما سلبي الا ايجابي نقولوا فما ايجابي مش نحطوا كل شيء في نفس البلاصه نقولوا ليه رداءة ونفس الكليشيات ونفس الكلام ونفس نعاودوا خلينا نكونوا احنا ايجابيين نعاودوا لا لا سامحني سامحني لا لا معناتها شنو هو الكريتير اللي تخليك انت باش تقول فما امور هو حر يجاوب يا كابتن خليه يجاوب انت جاوب ما تقوليش انت علاش قلت هكا انا قلت ما تقول امين جاوب انت على الكلام اللي قاله الكابتن بالنسبه ليا فما امور ايجابيه امور سلبيه باش نسعاو كمكتب جامعي جديد باش نتلافاوها وان شاء الله هذا الكل بور لو بيان دو فوتبول تونيزيان بالنسبه للامور معناتها لا فورماسيون ولا ريفورم الكبيره راهو ماهيش باش تكون في برنامج انتخابي وبرنامج عمل اللي احنا قاعدين نوصلوا فيه للجمعيات اللي هما لا هذا مشروع اكبر من هذا الكل تقوم به الاداره الفنيه ومن بعد مع المنظورين نتاعها كوسوسوا مع مدربين مع جمعيات احنا توا تقولي الجمعيات احنا كي نشوفوا قداش فما من جمعيه في تونس عندها خطه مدير فني ما فماش احنا طالبين من الجمعيات الكل باش يحاولوا على الاقل ناسيونال باش يكون عنده مدير رياضي فما اربع ولا خمسه جمعيات عندها مدير فني عفوا للشبان هذا الكل يلزم الناس الكل تحط تعاون بعضها يد في اليد ما بين الجمعيات وما بين الجامعه التونسيه لكره القدم باش في الاخر نوصلوا يكونوا عندنا دي جوور دو تالون اللي خلونا بقدرة ربي عنا منتخب في احسن وجه. قبل ما نجيك فتحي مهم اليوم الاداره الفنيه والتكوين هذا الكل مهم والاهم الاجواء خلافاتكم مع الوزاره مع الكنوت مع الكناس قبيله قلت لي مع الانديه يدينا مفتوحه مع الوزاره مع الكنوت مع الكناس شنو ناويين تعملوا؟ والله بقدرة احنا ماذا بينا اذا كان معناتها العلاقه تكون طيبه لكن دون تصير تداخل ما بين المجالات نتاع كل طرف بالنسبه للعلاقه مع الوزاره هي علاقه طيبه ما لا تشوبها اي شائبه هي بالنسبه للبلاغ اللي اذا كان تقصد البلاغ اللي الكلام على البلاغ هو طلب من جميع الاطراف تحمل مسؤوليتها المكتب الجامعي السابق راى انه المسؤوليه انه تجرى الانتخابات في تاريخها تحسبا للعقائب الوخيمه التي قد تمس كره قدم التونسيه بالنسبه للكنوت والكناس ثم حتى اشكاليه لكن على غالب الانديه اكدت انه قالت راهو ما عادش نحب هما في بعضهم لا كلوز دربيتراج نحاوها مع عند الكناس قالوا لنا احنا ما عادش نحب الكناس تفضلنا النزاعات نتاعنا اكدوا في 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 جويليا وبعد في نوفمبر تعالت بعض الاصوات قالت ليه الانديه ما فهمتش وما عرفتش لكن حضورها المكثف وحضورها القياسي اكد انها سيد قرارها وانها تعرف ايش تعمل وانها ليست في حاجه الى وصايه من اي طرف اخر. انا توا قاعدين ياكدوا لي انه جاء وقت البيبو قعد معنا مكملين معك كمين موجو فاصل صغير وراجعين للتسعه فوق. انترنت 4G اريدو برشا وقت تنوي حلقه ترحي 40 4G على بعضه نجيت حميتها جيت وهي
كاتجي كل من كاتجانا يوتيوب شاد الرادار ظل يا معلم تيرا كاتجيني. اليوم مع كاتجي أريدو الانترنت 10 مرات أسرع. كاتجي عجاجة في تونس الكل. تعد عجاجة الأقرب بوتيك أريدو وكاتجي بوسة. كاتجي أريدو عجاجة. وسيبني كاتجي وسيبني أريدو. مرحبا بكم في الجزء الأخير من التاسعة فوت مواصلين حديثنا على الجامعة التونسية لكرة القدم. فتحي المولدي لك الكلمة باللي سمعتوا هذا الكل اليوم والانشقاق الموجود في الرأي العام في الآراء في الهيكل الرياضية ناس معاه وناس ضد. الناس هذوما اليوم يمثلون المكتب الجامعي ووديع الجري هو رئيس الجامعة. شو المطلوب؟ كيفاش نجموا نخدموا بعضنا؟ لأنه الكل مشتركين في حاجة أنه تهمنا مصلحة الكرة في تونس. الحاجة اللي تحل بيبان. أنا تو عندي نص ساعة قاعد نسمع في حديث طيارة. كذبش عليك انا عندي سي يوسف سي خالد سي ناصر حديث حلو ياسر افكار نيره امين والمكتب الجامعي عندهم 48 ساعه ما اللي جاوا معناها مش نحكي معاهم على الحكايات هذم ولكن نسمع فيه وسمعته قبل على البلاتو هذا جانا سي فوزي جانا سي عمار سويع ويحكيوا افكار معناها افكار كبيره قال لك الجامعه البيبان مسكر مسكر يا كابتن دونك اللي نقوله أنا اللي طالبه أنا عنا ما شاء الله من الكفاءات وعنا ما شاء الله من الأفكار نحلوا البيبان كما نحلوا القلوب حلوا القلوب وهذا أهم من حلين البيبان نسمعوا الناس اللي عندها أفكار ونحكيوا معاهم سي يوسف وسي خالد وسي ناصر يحكيوا على حاجات معناها عملية دي كونكريت نجم بيهم تقدم الكرة التونسية دونك هالناس هذم خويا بالنسبة لي أنا معنا أولوية الأولويات للمكتب الجامعي هذا فما 12 عضو ربما الناس الكل فوكاليزية على سي وديع الجري باعتباره رئيس الجامعة و فما 11 أخرين معاه فما 11 ما نعرفهمش شخصيا معناها الناس الكل ولكن نتصور معناها ناس جاية ربما تحب تخدم عندها برامج عندها أفكار عندها كذا ومعاه سي وديع ما دام جاوا معاه دونك يمنوا بالافكار نتاعو سي وديع من بين الافكار اللي ما كانتش حلوه برشا عنده ربما كانت البيبان مسكره اليوم الفنيين يا ودي الكوره تحبوا تنهضوا بالكوره اسمعوا الناس خالد قال لك سيبوني خالد انا قريب باش نروح باش يعمل حصه وحده يحكي لكم على فورم دو فوتبول المون سي يوسف ما شاء الله بال 1 بلس 1 ايجال 2 يقول لك هاو شي لازم نعملوا هاو كذا وحلوا البيبان اسمعوا الناس ناويين تحلوا البيبان اللي نقول لهم للفنيين في تونس حلوا البيبان للفنيين بربي والتريزه نتاع القوانين خليوها عملوا التريزه نتاع الكوره ثم جماعه كره قدم راكم جماعه كره قدم والناس كيما هذم البيبان مسكره قدامهم هل يعقل سامحني توا انتم راهو في مده نيابيه جديده وتمنياتي القلبيه بالنجاح لانه نجاحكم ونجاحنا احنا ونجاح تونس تمنياتي وانكم تتفتحوا على العباد والناس اللي عندها افكار وراه اللي يخالفك الراي مو ضدك اللي يخالفك الراي ينجم يكون انت ترى الكره حلوه هكا ويرى الكره حلوه هكا دونك بالنسبه لي انا اول حاجه تعملوها حلوا قلوبكم وحلوا ايديكم وعايزين في الموضوع هذا مع وديع الجري يمين لا بالنسبه لنا معناتها مش الموضوع هذا بصفه خاصه لكن بالنسبه لنا احنا كيما القلوب محلوله والمبين محلوله وراهو حتى ويلزم تكون حاجه ملموسه وواقعيه باش احنا نجموا نتفاعلوا معها وفي اطار مكتب جامعي واطار اداره فنيه ان شاء الله نوصلوا معناتها الكلام يوصل فعليا وواقعيا. باهي كلمه اخيره لعشاق الكره لحباء الرياضه في تونس اللي يحبوا برشا كره القدم شو وعودكم اليوم كمكتب جامعي جديد على راس الجامعه التونسيه لكره القدم؟ ان شاء الله الفرحه نرجع الفرحه لل والحب والاديزيون حول المنتخب خاطر هذاك هو يقعد
الجمهور عنده ديما يشوف المنتخب ان شاء الله لي دو بروشان ماتش تعديو في ظروف طيبه ان شاء الله ان قدره ربي هو سيبا هذاك هو ليسونسييل اللي احنا باش نترشحوا له يلزم قدره ربي ان شاء الله نوصلوا مينيموم دومي فينال في الكاف الجايه اي بوركوا با مش بوركوا با اوبليغاتوارمون ان شاء الله بقدره ربي نوصلوا نترشحوا باش نشوفوا كيف علاش لا دور ثاني في كاس العالم هذاك هو لوبجيكتيف برينسيبال هو الدور الثاني على خاطر بون تو احنا نترشح ترش هو بعد في 2022 مش هيليو سبعه منتخبات يترشحوا ان شاء الله دونك هذاك علاش ماذا بينا احنا تو نخلطوا باش نترشحوا اللي في معناتها مونديال 2018 في روسيا ان شاء الله دونك باش نحطوا جميع المستلزمات باش نخلطوا هذاك ونشوفوا الفرحه خاطر كيما نشوفوا شفنا الفرحه في شوارع جابس هذاك هو في الاخر لو ميساج كو فيكول لو فوتبول هذاك علاش ان شاء الله بقدره ربي نخلطوا باش ننهضوا بال 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 بالكره القدم ان شاء الله. مستقبل الكره التونسيه للاربع سنوات القادمه بين يديكم النجم نتمنى لكم كان التوفيق شكرا على القدوم والحضور بحذانا. شكرا جزيلا. كلمه اخيره يداهمنا الوقت باش ننهيو حصتنا في اللحظه هذه ناصر بدوي كلمه اخيره. كلمه اخيره باش نقول ان اليوم مسؤوليتهم كبيره انهم باش وصل المكتب الجامعي هذا شوف الليفور اللي عملوا باش توصل نحبوا الليفور اللي عملوه. هو الهدف نتاعهم باش ينجحوا الكره التونسيه باش يعطيونا مؤشرات ايجابيه ان شاء الله من منطلق الانتخابات نشوفوا المؤشرات الايجابيه والعلامات الباهيه تعطيوها للناس كل باش ترجع الثقه ما بين الناس كل هذا اللي نتمنى كابتن كلمه اخيره والله كلمه اخيره بكل اسف كلام الماتر يعطيك الصحه الغاء مش اقصاء الغاء جمله سي وديع الجريري مش معاه ضده هكا اصبح على خير باش تبدل الامور لا كابتن وقت يقول هو الدار وتجمع وكذا بكل احترامي حبه برشا كل احترامي على كلامه معناها كما قلنا راهو الكلام هذا فدينا منه الدار والوطنيه وكذا حبوا الملموس حب شو هو فرحه والشعب التونسي الشعب التونسي يحب يفرح يحب يخدم يحب الارهاب يمشي يحب عنده دار يحب يعرس غدوه شباب يمشي يعرس له امين موجود ليش هو يفرح ليه جمع جمع ليه ليه ليه, ليه؟ والله فرحه في الكوره ويفرح الشعب التونسي ما عادش تكلموا باسم الشعب التونسي يا ودي الشعب التونسي في وين والناس الاخرى في وين فتحي المندي كلمه اخيره باش يقص علينا كلمه اخيره نتمناه بطبيعه الحال لانه نجاح معناها شوف نحب المكتب الجامعي الجديد هذا ما يحطش باله عنده فتح كره قدم تونسي معناها مش هو وحده الافكار بما انه منتخب يعمل شعب انا نحبه بتفتح ونتصور بالاعضاء بسي امين اللي نعرفه معناها وبقيه الاعضاء والناس الاخرين الكل نتصور وانهم ربما صفحه جديده تتحل صفحه جديده تتحل من مصلحه الرياضة في تونس وأنه العلاقة تكون باهية ما بين الجامعة والهياكل الرياضية الأخرى من وزارة واللجنة الأولمبية لأنه يعني مش في مصلحة الكرة استدام هذا ما يخدم حتى حد ما يضر كان الكرة التونسية هذا اللي نتمناه هو اللي كلامه اليوم وعد عليه أنه يمشيوا ويديروا محلولة للجميع للجمعيات اللي خلفتهم للهياكل الرياضية كيف المتخلفين معها سي يوسف قبل ما نعطيك الكلمة الأخيرة نحب نعتذر لك لأنه الوقت داهمنا وحكينا برشا ما حكيناش عن النادي الرياضي البنزرتي وعلى خروجك من النادي الرياضي البنزرتي لا حبينا نحكيو عليه والله فرحت حبينا نحكيو على خروجك من النادي الرياضي البنزرتي لأنه برشا لموا عليك بكل لطف وبكل محبة قالوا لك كانك رميت المنديل وعطيت للشرذمه هذه من الاحباء اللي ما تمثلش احباء نادي الرياضي بنزرتي الفرصه باش يقولوا انتصرنا على يوسف الزواوي لو ماذا نسوقه لك مع الحب والتقدير ليك يوسف مره اخرى نعتذر لك ونخلي لك كلمه الختام. اولا سنتمنى لكل نجاح للمكتب الجامعي الجديد وخاصه الشباب اللي شفت فيه وحتى يمثل هكا سي امين هنا احنا نتمنى كل النجاح بالنسبه لكره القدم التونسيه وكلمه للجمهور نتاع النادي الرياضي بنزرتي نقول له راهو نعتبر اللي صار ديما انتم جمهور النادي الرياضي بنزرتي مادام ديما انتم الاولويه لكم انتم وانا ديما معاكم ونتمنى لكل النجاح نادي الرياضي بنزرتي شكرا لك سي يوسف هكا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم التاسعه فوت شكر كبير للكابتن خالد حسني امين موجو شكر كبير ناصر البدوي فتحي المولدي تحياتنا لكم الناس اللي تبعتونا موعدنا متجدد الاسبوع القادم كالعاده على نفس القناه قناه التاسعه موعدكم غدوه مع جعفر القاسمي في حلقه جديده من يد واحده تصبحوا على خير ناس كل.